السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في هذا البث المباشر الليلي مباشرة على قناة أنا بركاني. معنا هذه الليلة ضيف ثقيل وكبير، مايسترو فريق نهضة بركان، ابن بركان بكر الهلالي، اللي غادي يلتحق بنا بعد دقائق إن شاء الله على العظيم. كذلك يلتحق مجموعة من الإخوان باش يغنيوا النقاش إن شاء الله. إذن بعد دقائق غادي يلتحق بنا الكبير بكر الهلالي بعد تنبؤه للشفاء، وأول خروج عنده هو هذه الليلة إن شاء الله، اللي غادي يكون معنا في واحد اللايف. أخويا عزيز، اللهم آمين، اللهم شافي جميع المسلمين. عثمان الرجوي، تحياتي لك أخويا، الله يشافي الجميع، الله يشافي الجميع. أخويا محمد عبد الله، إن شاء الله أخويا أمين مسعودي، تبارك الله عليك. جو سويت ابير كان اتري بيان اي بون روتور ان شاء الله. هو الميموني يتمنى الشفاء العاجل لجميع اللاعبين ان شاء الله. نصر نور الدين حمو، السلام عليكم، تحياتي السيد بكر الهلالي واللاعبين دي ار اس بي وديما بركان ار اس بي، نطلبوا ربي اللهم كل التوفيق ان شاء الله. خويا نور الدين حمو، تحياتي لك ولجاليه بركان بفرنسا. نور الدين حمو، الله ينور خويا، شكرا، تبارك الله عليك خويا. اذا نشوفه في انتظار التحاق الاخوان وكذلك التحاق بكر الهلالي. زهير السلمي، السلام توت لي بركاني اللي يموتوا على اس بي. الحمد لله على سلامة خويا بكر الهلالي وكاع لي جوار ديال ار اس بي، خصنا الجميع لعبة ان شاء الله خويا يتعافوا. خالد من الشفاء، كذلك البكر الهلالي اللي غادي يلتحق بنا بعد دقائق نقاد. السلام عليكم اخويا، تبارك الله عليك. خداش، تبارك الله عليك اخويا، الشفاء العاجل للجميع ان شاء الله، العودة السريعة ان شاء الله، تبارك الله على الاخوان جميعا، الشفاء ان شاء الله اخويا. ار ا ك، الله يشفي الجميع اخويا، خصوصا بالرحيم قادة الرباط، الله يشفي اخويا، في جميع مرضى المسلمين ان شاء الله. ضروري اخويا باش يحميو نفسهم، ضروري اخويا، ضروري ضروري. زعنان اخويا، حنا الجوكر ديال بركان. عبد القادر الحاج، بور ريتابليسمون اتو اللهم امين، اللهم امين اخويا. تبارك الله عليك خويا عبد الحفيظ بن نوح، ختاش تبارك الله عليك، كد كاش تبارك الله عليك، امزيل تي في تبارك الله عليك، خير عليك خوتي، لي كومونتير كيهربوا كيجيو بسرعة. الله يلا فرحت لكم اللاعبين تاع بركان ان شاء الله خويا، غير بكر يطلع معنا بعد دقائق المباشر ان شاء الله. السلام، تحياتي لكم جميعا، تبارك الله عليكم الاخوان، الله يشفي الجميع بطبيعة الحال إن شاء الله. محمد أخويا تبارك الله عليك، أمزيل تي في تبارك الله عليك، بوشيخي أخويا تبارك الله عليك كذلك، شكرا. مداح العامري تبارك الله عليك، أسامة أخويا أشكرك كثيرا وجزيلا. ان شاء الله مهبول ميم، تحياتي لك خويا. اول ماتش اخويا محمد امين غادي يكون، اذا نشوفوا البرنامج، اعطينا البرنامج نشوفوا اول ماتش نهار الاحد ان شاء الله، هو غادي يكون امام طنجة خارج الميدان ان شاء الله الحد الجاي 10 ليلا كما كتشوفوا في البروغرام ديال البطولة. بركان غادي تخرج لطنجة إن شاء الله على العظيم، سفر ميمون إن شاء الله. تبارك الله على الإخوان جميعا، الرجل اللي غادي يكون معنا أخويا محمد بن زين إن شاء الله، مربوح على الإخوان ضروري إن شاء الله. إذا غادي نوليو عندكم بعد دقائق إن شاء الله، خليكم مع الفاصل الإشهاري ونتواصلوا مع بكر الهلالي لأنه تأخر باش يلتحق بينا، لأننا كلنا الأخ خالد ورفيق يبان لي ما قضى والو،
شوفوا بك الهلال في الره. بعد دقائق نكون معكم إن شاء الله الإخوة الكرام. نعود إليكم الإخوة الكرام في هذا البث المباشر اللي نستضيفوا فيه بكر الهلالي لاعب نهضة سكان عبد الحافظ تبارك الله عليك مربوح إن شاء الله مدح العامري. نتمنوا أول مقابلة كل شيء الشفاء للجميع تبارك الله. ولاد بوشار الشفاء، ولاد بوشاقور الشفاء العاجل. تحية للناس بوشاقور من جرجرة، تحياتي لهم كاملين، تحياتي لهم جميعا بطبيعة الحال. إذا تواصلنا مع بكر الهلالي دقائق وغادي يكون معنا إن شاء الله من فاس شفاء الجميع. مصطفى الوشكرادي تحياتي ليك، وبني وشكراد، بني وكلان، ولاد سيدي علي البكاي، تحية جميع لهذا المداشر والقرى ديال الجبال، بني زناسن. زكريا زكي خويا باقي فقط ياجور ومقدم، كان في المستشفى ان شاء الله. نتمنى كانوا يخرجوا اليوم من العدوان، نتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. والباقي ديال الحجر المنزلي وفق ضوابط وشروط بطبيعة الحال خاصة. كذلك نهضة بكان تعهدت باش توفر جميع الظروف الممكنة للفريق واللاعبين باش يتشافوا ان شاء الله لعلي العظيم من هذا الوباء. السي باكر غادي يكون معنا بعد دقائق. الله يشافي الجميع خويا زكريا زكي، وتحية للبراكنة اللي راهم في الرباط، الله يسهل المأمورية ديالهم إن شاء الله. محمد أخو الراجع ضروري أخويا، خصنا البراكنة في بركان ضروري. اللاعبين وعد الباني إن شاء الله كل شيء مليح، كل شيء مليح معنا بخير وعلى خير. كيلتحق بنا بكر الهلالي مباشرة من المنزل ديالو بطبيعة الحال. ننتظر أنه يصايب الأمور ديالو. بكر أخويا السلام عليكم. تبارك الله بكر، السلام عليكم. إذا في انتظار أن بكر يصايب المسائل ديالو. السلام عليكم بكر. وي بكر السلام عليكم. وي بكر السلام عليكم. بكر السلام عليكم. وي بكر ما كنسمعوكش اخويا، هضر هضر. وي بكر هضر. بكر اخويا ما كنسمعكش بالكيت. نتمنى اخويا بكر الهلالي يصلح الصوت ديال الميكرو. خويا خالد وخويا رفيق تواصلوا مع بكر الهلالي، ونتمنى يصلح الصوت في ليزيكوتور ديالو. غادي نسمعوه واحد شويه ان شاء الله، نصبروا معاه راه عاد خارج من الحجر الصحي. ها هو ولا معنا خويا بكر الهلالي. عندك كان عندك مشكل في ليزيكوتور خويا بكر، نتمنى تكون تسمعنا الان. تبارك الله على السي بكر. ما كنسمعوكش اخويا بكر، نفس المشكل ديال المره اللي فاتت. ما كنسمعوكش
بكره الاخوه ما كنسمعوكش، الا ممكن تحيد دوك لي زيكوتور خدم نورمال عادي غتهضر عادي. اذا الى حين اصلاح خويا بكر الهلال المشكل التقني ديالو، غادي نمشي لواحد الفاصل الاشاري ونعود اليكم بعد. تبارك الله على مولاي احمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، تبارك الله عليكم كاملين. الله ينورك مولاي احمد. اذا بكر كان عنده مشكل في كان عنده مشكل في الريزو، ونتمنى يكون حل المشكل ديال الميكرو ديالو. ايوه ان ولكن شاء الله. طلبت من الاخ رفيق وخالد يتواصلوا معاه، ولكن بدون جدوى، كاينش اللي نتكل عليهم. ان شاء الله. ان شاء الله احنا في الانتظار. أمور مزيان، كل شيء بخير. الله ينورك، والله الا كل شيء بخير يا مريح. الحمد لله، رجعوا لنا الدراري بخير، هذا هو المفيد. كورونا ما خطات حتى شي فريق. باريس سان جيرمان اليوم 6 ديال الاصابات. ايوه تبارك الله. على 6 ديال الاصابات. راك عاد معنا مولاي احمد. معنا المشكل مع بكر الهلالي إن شاء الله، إن شاء الله يتعالج كل شيء. واو واو، كان عنده مشكل خونا بكر الهلالي. الو السلام عليكم بكر. السلام، كتسمعني دابا ولا ما كتسمعنيش؟ كنسمعوك، كتسمعو مولاي احمد مزيان. عشانك سانك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله على السي بكر. الله يبارك فيكم. الحمد لله السلامة. الله يسلمك، كي دايرين انتم؟ والله الا بين راكم بخير، حتى احنا راحنا بخير. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. سيدي راكو. اذا خويا بكر، تكلم الجماهير، الجماهير البركانية الحاضرة معنا في هذا المباشر، على الفترة ديال الحجر الصحي اللي قضيتها في المستشفى ديال السعيدية وفي المنزل ديالك، احكي لنا على التجربة وعلى الأجواء. اخويا واش غادي نقول لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. راه هذا الشيء هذا الله يجعل يبعد علينا هذا الوباء هذا اخويا في هذا الشهر هذا، ونتمنى له يجعل يوصل حتى شي واحد تما، لا يجعل حتى شي واحد يوصل لهذه المرحله اللي وصلناها حنا يا اخويا. واش غادي نقول لك؟ كانت هي تجربه زوينه وما زويناش. مشينا دوزنا واحد اليومين في السبيطار، الحمد لله كل شيء كان مزيان، عارف كيجيو عندنا كيعطيونا الدواء المسائل ديالنا كذا كل شيء. دوزت واحد اليومين تما ومشيت للدار ديالي، كملت الكونفينمون في الدار ديالي.
الحمد لله دابا الحمد لله رانا الحمد لله دابا رانا صحاح صح انا اقول حالة جيدة. بدلت الفيدونج واه يا جماعة، لا راكم مليح، راكم مليح، راكم مليح لا لا خويا دابا قلت بكر. تكلم الجماهير البركانية على الأعراض اللي جاتك قبل ما تعرف أنك مصاب بكورونا، واش كاينه شي أعراض ولا ما كايناش أعراض، حتى قالوا لك في لابوراتوار أن عندك كورونا؟ خويا ميموني اش غادي نقول لك انايا، النهار اللي كنا جايين من كازا للسعيدية ورا الماتش ديال بن رشيد حسيت بالسخانة، غير السخانة، السخانة والفشلة. الغدا لي الغدا كي وصلت هنايا صافي، بت كدا شربت الدواء، صبحت مزيان نورمال، درنا التحاليل في الصباح، العشية خرجوا لي مزيان، خرجوا لي نيجاتيف، بعدو عاود كذلك عاود خرجوا لي نيجاتيف، نهار الثالث قال لك راك بوزيتيف. بارك الله عليكم. الله الله يبارك يبارك اخويا. بارك الله على السي بكر. انا من احمد. سي محمد اخويا بكر، هدرنا من قالوا لك بوزيتيف، الاحساس ديالك، الشعور ديالك، مهم داك الاحساس، وفكرت بعائلتك في ولادك. ايوا اخويا راه اش غادي نقول لك، وراه ما تصدمتش، ماشي زعما ماشي ما تصدمتش، الحمد لله كان عندي نورمال كلشي. جا عندي الدكتور قال لي راك انت اللي خرجت بوزيتيف وكذا، قلت له مرحبا، قلت له مرحبا دكتور، لا شو اللي دارها الله مرحبا بها، ما عندنا ما غنديروا هذا الشيء كتاب. هي هذيك بت في لوطيل، بقيت في الشومبر ديالي، سد عليا كذا، الغدا لي الصباح هزيت الطوموبيل ديالي، جمعت حوايجي، هزيت الطوموبيل ديالي، مشيت للسبيطار. صافي تما دخلنا للسبيطار، دخلونا لداخل، عطاونا المسائل، الدواء، المسائل ديالنا، وريحنا تما، داروا لي التحاليل، حيدوا لي الدم، دوزوا لي على صدري، المهم كل شيء جبروا فيا مزيان الحمد لله. قاعد التخطيط ديال القلب، لوطونسيو، السكر، المهم اي حاجه في هذاك الشيء اللي كي يتعرض البنادم للخطر في هذا الفيروس كوفيد 19، الحمد لله ما كانت فيها حتى حاجه، كنت صحيح في صحيح الحمد لله. هذا الشيء كنطلب الله يبعد علينا هذا الوباء هذا. فديك السي بكر الهلالي، السي بكر الهلالي في ديك الوقيته يعني انت الوحيد ولا كانوا شي معك شي ناس اخرين، شي دراري اخرين؟ لا احنا كان حنايا بعدا النهار اللي مشينا، النهار الاول مشينا كنا مشينا لكازا، غدا ليه كان معاد والعربي الناجي في لونترينمون. لا ماشي في لونترينمون، لا سالينا ترينينا، سالينا لونترينمون في الليل، تا تعشينا وكذا، خرجوا التحاليل قال لك بوزيتيف العربي الناجي، واحد ومعاد شرفي بعدو واحد، وصلنا تما الاثنين، بتنا ثلاث، ثلاث قال لك كل شيء مزيان، درنا التحاليل كذا قال لك كل شيء مزيان. الاربع وانا الاربع نهار الاربع كنا غادي نمشيو نلعبوا الماتش، فاذا بيه توصلنا باللي بن طرشه وجبريل وطاره. قال لك هما نزلوهم، هما مشاو بقاو في لوطيل، مشينا حنا لعبنا الماتش، دوزنا الماتش ديالنا وكذا، جينا راجعين. سالينا الماتش كذا، الغدا ليه ذاك الماسور ديالنا ابراهيم، وعمر النمساوي يحس بشي حاجه، حتى هو بحال اللي ضاقت عليه نفسو وكذا، يحس في حاجه في صدره. خرجت لهم داهما، هما خرجت لهم بوزيتيف، عاودت هما صافي عليها. الدكتور ديالنا كنا غادي نمشيو لخريبكا، اجلوا الماتش، قال لك ما كان لا ماتش لا والو. جينا هنايا شدينا الطريق من كازا لهنايا، كل نهار كان نديرو تحاليل، كل نهار كل نهار كل نهار كيبان له جوج. ويعني هذيك هاد الكورونا هذه اللي قاس الدراري كاملين،
في في النظريه ديالك واش كانت كنتو لعبتو شي ماتش كان اختلاط بين شي فريق اخر زعما، ولا ما حسيتوش دابا بشي حاجه؟ دابا على ما كان كيقولوا الدراري كيقول لك هذاك الحداد، والله اعلم الحداد ديال حتى الوداد كيلعب هنا. هذاك الشيء اللي ظنيت حتى انايا، قلت لك الاختلاط نتاع الوداد لان الوداد كانوا ديجا فيها العروض. الماتش ديال الوداد كان والله يمكن بوزيتيف وكذا، ما عرفناش والله، والله ما عرفنا، ما نقدروش نظلموا بنادم. لا هي راه اعلم ذاك الاحتكاك مع اللاعبين وكذا، كان كنا نديروا الحسابات اللي ماتش كذا، لا ماجوريتي تاع الدراري قال لك ذاك الماتش تاع الوداد دخلنا فيه الشك، حتى حنا دخلنا فيه الشك ذاك ديك المقابله ديال الوداد، لان هما كان ديجا عندهم شي ثلاثه ديال الاصابات ولا ديال كورونا. انا قلت لهم ذاك الاحتكاك ديالهم في كيقولوا تما يمكن هزوا الفيروس. دابا كل شيء كاع الفرق راه فاتوا بهاد المرحله هذه، راك شوف اتحاد طنجه فرقه كامله. نيشان راك شوف البارح الا تفرجت الماتش ديالهم راه كانوا تبارك الله عليهم، بعد الكونفيلم وراك شو كيرجعوا نادو صحاح، رجعت واحد اتحاد طنجه اخرى مرشطات كورونا. الله يلعن. ايوا اخي ان شاء الله الحمد لله على سلامتكم واللي باقي ما تشافى ان شاء الله نطلبوا له الشفاء العاجل وتوليوا ان شاء الله حتى الحمد لله راه كل شيء تقريبا راه بدا كيتشافى تقريبا كل شيء الاغلبيه، بقى غير محمد صارج ماتيريال نطلبوا له الشفاء وشي دراري اخرين حتى هما نطلبوا لهم الشفاء والجوار تقريبا كلهم متشافين ان شاء الله. المهم الاغلبيه تقريبا الاغلبيه يا الحمد لله، ونتمنهم الله يدوم الفرحة ويدوم الأسرة مع فارق النهضة البركانية ما بعد لكم في مو إن شاء الله غادي نرجعوا نقولوا الكلمة ديالنا في هذه البطولة الوطنية إن شاء الله يا ربي. دابا راجيالكم ورافدكم الشغل إن شاء الله، رافدكم الشغل الكرة راه باغياكم. خالد كي داير؟ لاباس اخويا باكر، الحمد لله على سلامتك وان شاء الله الشفاء للدراري. اخويا باكر سمحوا لي كنت تعشاو في البلازما الريق اللايف العائله، حيت راه العائله يتفرجوا كاملين اللايف وغاشوفوا باكر والحاله ديالو خير ان شاء الله. بيت لهم الرضا راه مليح في الدابا راه غير اللحيه دار الغداء أراك تبان باكر، أراك تبان أخويا بحال رفيق تونس، تحية رفيق تونس. راه والو تا هو ما عندوش هذيك اللحية اللي راه عندي أنا، تعرف قداش أنا ديال الكاسكيطة ما شفتنيش ديال الكاسكيطة الناس دا في الليل، أنا كنت حيد أنا الكاسكيطة راه غادي نبان مشكلة. إذا نمشي أخويا باكر، بسم الله أخويا باكر الان ان شاء الله غادي تلعبوا الحد الجاي امام اتحاد طنجة، اذا نساو الوباء ونساو الابتلاء، واش كاين استعدادات؟ كيفاش غادي يبدي البرنامج التدريبي، البرنامج التاهيلي ديالك كيفاش غادي يبدي؟ اعطينا واحد يعني المعرفه بهذا الشيء اللي غادي يعني كونديسيون فيزيك ولا داك الشيء نفسي ولا شنو نقول لك. انا باقي لي واحد اليومين بعدا عاد باش نكمل الكونفيلمو ديالي، نكمل 14 يوم باقي لي غدا وبعدو ان شاء الله، وانا بعدا راني كنتريني في الدار. البارح درت واحد 45 دقيقه هنا في الدار، شويه لي زابدو شويه تراكسيو وكذا. اليوم عاود كذلك خدمت شويه في الدروج غير في الدار، راك عارف الخدمه ديال الدار ماشي هو كتكون مع اصدقاء ديالك والتيران كبير وكذا. رانا كنوجدوا شويه بشويه دابا بالله ما نلتحق بالفريق ان شاء الله، رانا كنتبعوا البروغرام ديال السي طيب الله يذكره بخير، وتا هو راه بنادى حتى هو مسكين كان مصاب راه تشافى الحمد لله. اذا شكون اللي باقي مصاب اخويا باكر؟ نعطيوا هذه المعلومه للجماهير البركانيه، شكون اللي باقي مصاب من اللاعبين الطاقم التقني والطبي؟ خويا نكتب عليك يا ريب، انا يا اللي في خباري دابا غير مرقوم
هذا الطاقم الطبي كل شيء برا، هذوك برا، وابراهيم ومعاد وباقي وباقي زيد كروش يمكن ياجور والزغودي وشكون اخر يا ربي والنمساوي سي بون راه مزيان. لا نمساوي مزيان يمكن بنترشا خرج بنترشا 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 اليوم عاود يخرج له بوزيتيف. شكون اللي خرج له بوزيتيف اليوم اخويا باكر الى ممكن هذه المعلومه؟ غير بنترشا بنترشا ولا كريضه على ما اظن. فين واصله الحاله ديال ياجور والمقدم؟ والمقدم واه تنقدم واه هو باقي واه ويمكن تضيو على ما اظن ضايو على ما اظن والله ما كنت عارف مؤخرين بحال محمد مرقوم بحال ضايو باقي نعاد باقي نعاد مازال ما باقي لهم حضر 4 ايام ولا 5 ايام وما على ما اظن حيت حنا دخلنا قبل بهم انا راه انا دخلت في برشا 5 ايام انا 5 ايام وانا لا انا ب 5 ايام قبل انا ورا برشي انا شي 5 ايام دخلت قبلهم. باكر مور ناجي هو اللي دخل مور ناجي باكر لا ناجي هو الاول انا نقول لك انا نقول لك كاين ناجي موعد والطيب ثلاثه هادو الاولى موراها عزيز وابراهيم لا استغفر الله ربي موراها بنطرشا وجبريل وبعدو عزيز وابراهيم وبعدهم عمر المساوي عاد تحت انايا وهذا ورضا. ايوا دونك على هذا الحساب اللي كتقول السي بكر الهلالي دونك الدقه راه انت مع الوداد تما اللي الدراري كلاو الدقه. الله ما نكذب عليك يقدر يمكن تما راه ما لا دابا ما تعرفش دونك الحساب هو هذا مع جبريل الوطن دابا ما تعرفش هي راه كيبان على 14 يوم عاد كيبان فيه كل الاعراض اوكي اللي كتبان فيه في الساعه اللي كيكون راك عارف كتبان فيه في الساعه اللي كيكون سونسيبل نسمعوا الاخ رفيق من صفاقس التونسيه تفضل اخو رفيق. السلام عليكم اخوتي السلام عليكم اخويا محمد اخويا مولاي احمد اخويا خالد خونا باكر اخويا باكر على سلامتك بعد اول حاجه على سلامتك الله يسلمك اخويا الحمد لله فرحت بهذا الخبر الجيد اللي سمعناه بصراحه هذا الشيء عند خونا موني بلا الصحه ديالك كلها جيده الحمد لله وكنا نتمنوا هالشيء يكون والحمد لله كان ونتمنوا كما قلت حتى اللاعبين نسمع لهم اخبار مزيان ان شاء الله بزاف تاع اللاعبين ولا بصحه جيده ومازال الدراري ان شاء الله ربي يسهل كل شيء راه مزيان الحمد لله الحمد لله هادشي كما نقولوا كيفوت هاد الوباء راك تعرف كيفوت وفي ساعه كيفوت وان شاء الله تولوا بصحه جيده خير كي كنتم ان شاء الله والله الا فرحنا بزاف كنتم بصحتكم مزيانين وكما كنا نقولوا حنا نتمنوا الصحه ديالكم في الكره راكم انتم تكونوا ان شاء الله مزيانين وصحتكم جيده وهاد الخبر يفرح وتبارك الله عليك اخويا باكر راك مازال منور عاد مازال منور هذا الشيء هذا راك الحمد لله راك منور لا والله خفنا عليك والله خفنا عليك وخفنا على الدراري كاملين بصراحه هذه الاخبار شويه صعيب شويه كي تسمعوا على انا ما بانش شي اعراض انا غير نهار واحد اللي فات عليا كي كنت جاي من كازا هذاك هو اللي حسيت والفشله كنا شويه صعيب ذاك النهار داك النهار شويه صعيب حتى حنا كيسمع الخبر جاي من كازا كورونا داك النهار فاتحين شويه صعيب حتى حنا ما كتابت وصافي كتابت مكاتب ديال الله كلشي ديال الله لا درك هذا هو المكتب ما تمشى غير في المشاكل الله شي مشكل اللي كاين وبعد الحمد لله بعد على سلامتكم راه شي كما نقولوا راه فات هذه المرحله فاتت ودوك النتائج الحمد لله كي مزيانه والدراري الاخرين خرجت من النتائج نتمنى يبعد علينا هذا الوباء ربي في هذا الشهر هذا لا ان شاء الله غادي يفوت راه ماشي غير نتوما راه كما نقولوا الشعب اللي كان مسكين في هذا الوباء هذا نتمنى لهم كاملين الشفاء كما نقولوا قال الشعب ديالنا كاع نتمنى لهم الشفاء اغلبيه الفراقي راه كل شيء دابا راه واكل العصا لا كل شيء واكل انا بغيت اخويا بكر نعرف نتوما
كيفوتوا المقابله نتاع الوليد مورها لعبتوا الملو ديالو جديه ومورها النجا ظهر مصاب ومور الملودي عاود فوتوا برشيد بحال الملو برشيد داكشي ما اثرش فيهم داكشي اللي ما فهمتش انا كيفاش داكشي ما اثرش فيهم لا الملوديه لا برشيد ما عرفت والله ما عرفت يقدر ما هما كي عرفت ما كاين اللي يكون عندي المناعه قويه بزاف كاين اللي ما عرفتش ويقدر يبان بعدا الحمد لله على سلامتهم بعدا اخويا رفيق لي لي اجادات تخش شي واحد اخر كاع اخويا ما كذبش عليك الله يحفظنا من هذا الشيء هذا اخويا والله يبعد علينا هذه المصايب هذا اخويا انا واخا يكون عدوك ما تبغيلوش هذا الشيء هذا صراحه لولا لولا اخويا بكر احنا ما بغينا حتى واحد لا الشعب ديالنا كامل لا الشعب ديالنا لا العربي لا المغربي لا البركاني لا كلشي ما بغيناش هذا المرض هذا حتى شي واحد كاين مولوديه بركان كي الوداد كي برشيد كي طنجه كلشي كيف كيف كلشي شي واحد كما نقولوا كلشي غير خوت الكره كتبقى منافسه ولكن ما تبغيش حتى العدو ديالك كلشي خوتنا ومساكن الامراض كاملين نتمنى لهم الشفاء مساكن كاع ديال ديالنا الوطنيه كما الاصدقاء ديالنا تاع بركان كما تاع وعاود لي في صحتهم جيده نتمنى ربي يبعد علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله شي ما نتمنى وبصراحه والله فرحنا كي سمعنا هذا الخبر عليك كيطرحوا الجماهير البركانيه في الشارع يعني ابو احمد بلا واحد الفيديو واحد الفيديو راه عندك تسمع على بكر كيدير فوتو نتاع دعاء درتوه اليوم راه عندك كيدير شوفوا واش درتوه اليوم هاد الليله هاد الليله هاد الليله صافي نفوتوه ان شاء الله في الجينيري اذا نخليو الجماهير البركانيه في الشارع البركاني تتساءل يعني واش الاداره ديال نهضه بركان وقفت معكم في هاد المحنه واش كاين دعم ديال الاداره كاين دعم ديال الجماهير كاين دعم ديال المسؤولين اللاعبين ديال بركان المصابين خويا بكر لا كنشكرهم هذا المنبر هذا كنشكر الطاقم الاداري وعلى راسهم السي حكيم والسي فوزي والسي ماجي حتى هو المهم الاغلبيه كاع اتصلوا بينا وطمأنوا الحاله ديالنا واش رانا مزيانين ولا ما كاينينش ولا ماشي مزيانين والحمد لله كنشكرهم والمدرب والمهم كلشي واللعابه كنشكرهم هذا المنبر تاع الدراري صحابنا اللي ما تقاسوش علاش على باش يوصلوا لهذاك الشيء حتى هما كيسولوا فينا كل نهار الدكتور حتى هو كنشكره الدكتور ديالنا الدكتور طلال كنشكرهم هذا المنبر هذا ضرب تماره بزاف صراحه مسكين ما نعش ما كاينعش عارف كي عنده واحد المهنه ديالو صعيبه وكنشكرو من هذا المنبر هذا صراحه والحمد لله كيتصلوا بينا بعض الجماهير كيسولوا فينا كنشكرهم حتى هما الله يجازيهم بخير بالنسبه خويا بكر واحد السؤال بالنسبه هي الكورونا كتبان في بنادم كنا زعما الاعراض ديالها شويه قاسين وياك دابا هو كيقول لك غير اللي عنده مناعه قليله وهذوك اللي يكونوا ازماتيك يكونوا مريض بالقلب وفهمت مزمن هو بحال هذوك الناس الكبار اللي يكون مرض بزاف وفي الساعه كيقرر فيهم هذا وبحال هذا الفيديو هذا اللي درنا درك فهاد اللايف هذا مليح بعدا يمكن اول بركاني غادي يطلع معنا في كان قد قاس الوباء وغادي يطلع معنا في اللايف باش حتى البراكنا بعدا الناس بعدا دير الكمامه بعدا ودي واحد النظره بعدا راه صراحه راه كورونا خويا راه كاينه راه كيدير بالك كان يقول لك راه الواحد خصو يدير الاحتياطات ديالو يدير التعقيم ديالو ويعطي واحد 100 ولا 2 ميت كاع وما تسلمش اخويا ما نسلمش رجاي راه يا الله طويله راه ما نسلمو هذاك الشيء اللي بغيت نقول الناس باش دلع حياتنا كامله وحنا نسلمو بنادم راه شويه دابا خص شويه بنادم يدير شويه الاحتياطات ويدير اتونسيون ولا يجعلها باش يوصل شي واحد لهذيك لهذا الشيء اللي وصلنا له حنايا نتمنوا يكون الناس تفرج وتشاهد مولاي احمد مولاي احمد اتحدث البكر الهلالي على الدعم ديال الجاليه البركانيه المقيمه بالخارج السي بكر السي مولاي احمد
ايوا الحمد لله بعدا بين معنا هنا في هذا البرنامج هذا البلاطو باش يشوفوه بعدا باللي راه مزيان. ايوا صراحه الجماهير الجاليه يعني كانوا فريمون دائما مع يعني يدعوا معاهم مع الدراري كاملين وكتبوا لهم الشفاء العاجل، وكانوا شويه متاثرين يعني متاثرين على اللعابه وفهمت وعلى لي ماتش اللي غادي اللي باقي لهم شويه يعني الجنسيه، لكن الحمد لله يعني كنشوفوا بحال دابا بكري قدامنا وكيقولوا لنا شفاء وهكذا، يعني كترجع واحد شويه ديال الحيويه واحد الروح رياضيه واحد عندنا واحد النشاط هذا في البريباراسيون ديالهم ورميتينو في الدار ديالهم كما قال السي الريالي كيتريني في الدار ديالهم ان شاء الله دقيقه باقي يعني في الدار ديالهم مزيان ونطلب لهم الشفاء ان شاء الله فوالا. وحتى الجاليه هنا راهم فرحانين زعما راهم وفيها خير ان شاء الله فيها خير واه كنشكروه من هذا المنبر هذا كنشكروا الجاليه المغربيه وعندي اصدقاء ديالي تما اتصلوا بيا تايا انايا كنشكرهم من هذا المنبر هذا وكنقول لهم لا يخطيكم علينا بارك الله فيك. لا حتى هما زعما ما قصروش من جهتهم يعني لا في فرنسا لا في المانيا لا في بلجيكا لا في يعني جميع تقريبا المناطق الاوروبيه يعني الحمد لله كاع اسبانيا تدري تاع اسبانيا فرنسا والاسبان ورا اوروبا كامله وصافي يعني اوروبا كامله اوروبا كامله شوف اي بلد كان يكون فيه راه ما يبغيش لا دابا باش تجي تذكر باش يعني اوبليجي تنسى واحد الدوله ولا بحال في الجروب بتقول السلام عليكم غادي تقول السلام على الجميع غادي تنسى واحد الدوله يبقى خاطرو بحال انا نقول رفيق اخويا السلام عليكم باش نقولها لك غادي يقول واحد اخر يقول لك انا نساني غتبقى فيه. دابا قولوا اوروبا كامله أبونا احمد اعمل هربل مسكين اكون نار يسول صفحوا اعمل هربل والله لا فكوا حتى هو مسكين تفقع هربل الله لا تفقع مسكين اسول نسمعوا شي عيط باكر عيط العزيز عيط البان سول لي والله مسكين ديما يسول اعمل هربل صفحوا شي وقاعد تنور الضيم كلشي الدراري مساكن ديك يا عبد الله محمد شكرك رفيق شكرك مولاي احمد سي نعم. بكر بطبيعة الحال انت باقي لك دوج جولات لتحقيق التدريب سمعتوا باللي كاين مباراه ديال طنجه ان شاء الله عندكم الحد الجاي مع العشرة ديال الليل يعني تفرجوا طنجه طنجه عندها مستوى هالبروغرام العشرة ديال الليل حسب البروغرام اللي عندي العشرة الاس بي طنجه هي ديمونش العاشرة ليلا اذا البروغرام كي اذا خويا باكر غادي ندخلوا في الجد يعني دخلت في الجد نتايا تستوب تمشيو وتدافعوا على الحظوظ ديالكم باش تفوزوا بالبطوله. واش كاين هذيك الحيويه باغي البطوله مازال باغيين ان شاء الله تنتصروا على طنجة وخريبكا والرجاء والجيش وغيرها من الفرق ولا كورونا يعني احبطت نوعا ما العزيمه ديالنا هاد اللاعبين هاد التبرك لا غادي تعطينا واحد الشحنه هادشي اللي وقعنا فيه غتعطينا واحد الشحنه كثار ما كنا في الاول ان شاء الله راه غادي نمشيو تما ضروري خصنا نجيبو ثلاثه نقاط تكسر الى الشحنه مماثله اللي اتحاد طنجة امام الرجاء البيضاوي شحنة بقيت فرصة روحية تكون دماء جديدة والروح القتالية وإن شاء الله الدراري كاع راهم حاسين باللي عليهم كل شيء راه باغي شوف واش غادي نقول لك راه الفرقة ديال النهضة المكانية نعم فارق راه ديال الألقاب راه خصو الألقاب صراحة الله يودي بهاد المكونات اللي كاينين بهاد اللاعبين اللي عندها تبارك الله راه ما شاء الله راه الفرقه اللي اللعبه اللي عند النهضه البركانيه راه ما كايناش عند شي فرقه اخرى تمام ان شاء الله هذا العام غنقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله بحول الله وغادي نبقاو طاب بار ايطاب ان شاء الله ماتش بار ماتش ان شاء الله ما كان تنكونوا الاولى هذا العام ان شاء الله الى بغى مولانا ايوا راه الكره في يديكم اخويا بكر الهلالي زعما الصراحه الكره راه باغي غادي نقول نتمنى من الله نكونوا في الموعد ديالنا كما كيقولوا الله يعطيك
ان شاء الله. ويا باكر دابا اين ربما اي لاعب كتسول دابا تقول له واش باغي البطوله والكاف راه يقول لك هو اللاعب ديال هذاك الواحد راه شنو كيقلب يعمر السي في ديالو الله يرضي وكيخرج على بركان يمشي كيسالي الكره ولا راه يبقى ديما في التاريخ العام الوافلاني راه باكر الهلالي مع نادي بركان راه توج باللقب كذا 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 هذا كتبقى في السي في ديالك خويا باكر. ربما راك تفرجت من بعد الكونفينمون الفرق اللي كانت في اسفل الترتيب حتى جاوا المستوى ديالها مع الرجاء والانتصار، رجاء بني ملال والمستوى الكبير ديالها مع المولوديه، يعني هاد الفرق غادي يلعبوا لهم الجيش والمستوى المتغير والكبير ديالها مع السيد عبد الرحيم طالب، خريبقة مع المدرب الجديد كركاش كذلك بدات تفرض الاسلوب ديالها، يعني الرجاء العوده القويه. اذا البطوله ما بقاش سهله اخويا باكر، البطوله تغيرت الملامح ديالها وكل شيء ولا قوي وكل شيء ولا يطمع في ضمان البقاء وكل شيء ولا يطمع في اللقب ديال البطوله خويا بكر. دابا حنا اي ماتش راه عندنا باراج، دابا حنا خصنا نفكروا نديروا واحد لوبجيكتيف ديالنا، اي ماتش هذا هو الفينال، اي ماتش خصنا هذا هو خص يكون لوبجيكتيف يكون عندنا واحد، وحنا تبارك الله راه الدراري كلنا عندنا اوبجيكتيف واحد هذا العام خصنا ناخذ بطوله وان شاء الله لاكاف الى بغى الله. هذا الشيء خصنا دابا بار كما كيقولوا ماتش بار ماتش، فهمت؟ دابا حنا ما كان لا طنجة ولا بني هذاك هما بعد الكونفينمو راه رجعوا مزيانين، بنادم كيصحح الاخطاء اللي كان يدير من قبل كيصححهم، خصو دابا خصو يصوفي باش ما يطيحش، فهمت؟ راه يكون عندك اي ماتش يكون عندك بياج، دابا يكون عندك باراج اي ماتش، ونتمنى نكونوا في الموعد ديالنا ان شاء الله باش نكونوا في هذيك المراتب الاولى ان شاء الله، باش العام الجاي نلعبوا عصبه الابطال. اخويا باكر حدد دوك المراتب الاولى، حددهم راه الفريق الجماهير، شوف راه باينة الجماهير بغات نمبر 1 البطوله، البطوله اما العصبه غادي نتاهلوا لها في الدومي فينا ان شاء الله ذات الحسنيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. على الواجهتين السي ميموني، العصبه على الواجهتين، على بجوج 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 هلا هكذا. تحياتي الناس امريكا نيويورك اللي راهم معنا، تحيه الناس نيويورك. اذا نسمعوا شويه السيخ هذه، سمعنا السيخ هذه تفضل. وي سي ميمون ايوا ان شاء الله. السي خالد كنت تسولني، السي خالد كنت تسولني على اللاعبين بزاف مصابين، على ان يعني نهضه بركان راه مشكله مع هذا الكونفين مع هذا الوباء، يعني كنت خايف على باكر والاخوان كاملين، كنت اتصل بهم تواصل معاهم. اذا خويا خالد مع الرجوع ديال باكر والاخوان كاملين، واش رجعت لديك الثقه وداك الحماس اللي كنت به بالاول خويا خالد؟ واخا ميموني بالنسبه كيسمعت الخبر، انا سمعت بالله غادي يلعبوا يوليو يلعبوا وكذا، من فرحت فهمت، انا كنت حايك نقول راه مده طويله يقدر ما يلعبوش واللعابه مازال مراد هذه وهذه، ولكن كيسمعت هذا الخبر والله الا تفاجات والله الا فرحت، وان شاء الله ان شاء الله يوليو لنا كما قال السي باكر، ان شاء الله غادي يكون عندهم واحد العزيمه وان شاء الله غادي يوليو بواحد القوه ان شاء الله، ولي مدى البطوله وان شاء الله الكاف، وان شاء الله راني يعني عندي ثقه في النهضه البركانيه النهار غادي يوليو كما ولاو المره الفايته ولاو بقوه، غادي يكون ان شاء الله في الموعد ان شاء الله، وغادي يمشيو في المراتب الاولى في البطوله ان شاء الله، ويكون خير ان شاء الله، ونتمنى للدراري الشفاء كامل ان شاء الله. شكرا. إذن سي رفيق، الخبر ديال الإصابة ديال لاعبي نهضة بركان، كنت قلت لي وصل لتونس وصل لصفاقس، واللاعبين بعض اللاعبين ديال صفاقس أو الجماهير وصلهم الخبر ديال الإصابة ديال كورونا ديال لاعبي بركان، إذن تحدثنا على هذه الأخبار اللي وصلت حتى لتونس
قيمة نادي نهضة البركان في تونس وصفاقس خاصة. أبو حمد كما هذه الأخبار وصل كما يقولوا في المغرب العربي كامل ماشي غير في تونس، أنا في تونس مع الجمهور كامل عندها الأخبار واللاعبين، وكما قلت لك لقيت مع اللاعبين تاع فريق نادي صفاقسي، لقيت معهم وهدرت معك في هذا الموضوع وطلبوا الشفاء اللاعبين ديالنا بصراحة، اللاعبين كاملين طلبوا الشفاء وقال لك الكرة تبقى غير كرة، ولكن الصحة تاع خوتنا هي كل شيء بصراحة. واحد هضر معايا اللاعب تاع نادي صفاقسي بصراحة عجبتني بزاف، قال لي ودي نتمنى لنا الشفاء وداك الشيء اللي فوتنا مع مرافات، دونك حنا فكرنا في الصحة ديالهم جيدة، كما تصابوهم حتى حنا نقدروا نتصابوا، الفرق ديالنا كما يتصابوا هذا العالم كامل. وبصراحة الموضوع ديالو عجبني وصراحة زاد فيا كما نقولوا، كي قال لي هذا الكلام زدت فرحت، ما كنتش ناوي هذا يقولوه زدت فرحت. وتما مشجعين ديال الفريق ترجي التونسي عاود أزاس وناولي سألوا على الفريق، ولا كان ديروا فيديو هضروا على كار ولا عزيز هضروا على الدري كاملين فين الصحة ديالهم وعلى هذا الكوفي كيفاش فات عليهم، ومن بعد كي غادي يرجعوا في الكورة. وكي تسمع هكا خويا محمد الحمد لله هما ماشي غير ترجي الفرق التونسية كامل عندها الأخبار، عرفتها بزاف بحال نجم الساحلي بحال الإفريقي بحال شبات القيروان الزقة في القيروان بزاف، كلشي وصل هذا الخبر هذا كما يقولوا، أي فريق في المغرب تصاب عندهم الخبر عليه كيتبع الأخبار كاملة، وسيرتو الصحف المغربية كيهضروا كلشي كيتبع الأخبار تاع المغرب. وبصراحة هادشي كيفرح، كيتلقى الفرق العربية هكا والأندية العربية كيبغوا يطلبوا الشفاء للاعبين ديال الفريق ديالك، الإنسان كيزيد يفرح وحسب الشفاء ديالهم. والحمد لله كما نقولوا كيتسمع الفريق ديال المغرب العربي كلشي كيهضر عليه، طبعا عندنا فريق كبير وفريق معروف وعنده اسمية في القارة الإفريقية، وهادشي اللي كنا نتمناو والحمد لله وصلنا له. وبهاد اللاعبين هادو بالأخ ديالنا بكر العزيز بالمنتوي بالدراري كاملين وصلنا لهذا المستوى هذا. شكرا رفيق. خويا باكر واحد السر، مولاي احمد شاطر تقريبا شهر ونص ولا شهرين ما دخلش معنا في اللايف، كان عنده ظروف خاصه وحاليا عنده المرض ديال الابنه ديالو الله يشافيها، ولكن مين قلنا له باكر الهلالي قال لك والو ندخل اللايف مولاي احمد، ها هو حاضر، وراه حاضر خالد ورفيق والله العالي العظيم، اول مره راه يدخل معنا راه مده طويله خويا باكر مولاي احمد ودخل معنا هذا اللايف، وراه وخا يضحك راه عنده شويه الهم والله يشافي الابنة ديالك مولاي احمد. ايوا سي نورمال سي الله يبارك. كنشكرو مولاي احمد صراحه، بارك الله فيك، نطلبوا الشفاء العاجل للبنيه ديالك وان شاء الله ما يكون باس ان شاء الله، جميع المسلمين يا ربي امين الشفاء العاجل امين. راه سمع باكر راه بالسيف غادي يدخل والله العظيم باش يشوف الحاله ديالي ويطمئن حتى هو. لا والله الا كنت عارف بلي غادي ان شاء الله تكون مليح، علاش؟ لان بنادم كي بحال واحد الاله، بنادم كيكون كيفاش نقول لها يعني تكون مشارجي خصك واحد الاستراحه، يعني كتجيك مرض ولا كتجيك كيعطيك هذيك الحاجه فيها خير. استراحه محارب عسى تكرهوا شيئا فهو خير لكم، لان رب العالمين كيعطيك هذيك باش تولي واحد المكانه احسن من يكون فيها، ولكن هذاك الشيء ما رب العالمين يعني الحمد لله ربي يدير غير خير. فوالا انا باش تكون الله العظيم الا فرحت ابو بلاد بدا لي التليفون قال لي راه غادي يدخل معنا واحد السيد راه مزيان وكذا من هنايا، قلت له شوف عندك تقول لي شي واحد اللي راه يعني ماشي هو هذا، هو قال بكر عليه قلت له والله حتى ندخل والله غير قال لي هذاك كامل الدراري لا خالد لا الله اكثر خير كل سيدي الله يبارك فيك. انا الصراحه علاش نقول لك الصراحه علاش قلتها له، قلت له هذاك السيد هذاك يعني بي كيكون في التيران كان انا بي كنشوف ذاك اللعب ديالو كيحمسني، كنقول له كيفاش كيدير يلعب، لان كنت باغي نطرح عليك واحد السؤال، لا كنت باغي نطرح عليك واحد السؤال بغيت نقول لك نتوما بي كتدخلوا واش عندكم انسجام بين اللاعبين، انا كنظن عندكم نقص الانسجام، واسمع لي مزيان علاش، لان بي كتدخلوا للميدان كتدخلوا في الاول ابري كنشوف ذاك اللعب ديالكم ما كيكونش منطبق يمكن مع الخطه ولا مع اللعب بيناتكم، كنجبر كل واحد كيمشي بحال نتايا بحال الجوكر، كنشوفك داخل كنشوفك في الهجوم كنشوفك اللور بحال لي ما متيقش ولا ما تايقش في اللور، عاوتاني تولي للميليو تشوف هذه دائما كنبغي نقولها للميموري باش ولا نقولها كلها
وكنقول يا ربي تجي الفرصه. هذاك الشيء علاش قلت دابا مولاي احمد اللعب ديالي راه هكا راه من بكري راه ماشي غير اليوم راني عارف راني عارف جوكر وحنا اللعبه ديالنا امن ساجمين في التيران وبنادم كنهضروا مع بعضياتنا وشنو كاين وشنو الا شي واحد كان ما داخلش في الماتش كندخلوه في الماتش فوالا فهمت مزيان وبنادم نعم. كيكون انا راه شي مختلطه كنبقى نهضر اكثر ما كنلعب نبقى نهضر في التيران اكثر ما كنلعب نبقى عارف الواحد خصنا ضروري تكون عارف شوف انا كنهضر عليك كندور عليك كنجبرك فين راك كنبقى مره نشوف في الهجوم تقول فين مشى فين بودر حتى عاود نجبرك بلاصه مشيت عاجل ولا فزت مشيت ضايو ولا ولكن مزيان مزيان يعني حتى هذاك يعني بحال دينامو الفريق كتحرك دابا مولاي احمد مولاي احمد هادي راه من بكري راه ماشي غير من دابا لا لا انا عارف انا راه شوف انا اش تيقولوا لي انا يقولوا لي دخل دير اللي بغيت راه التيران غادي نحرتو يجي يزرعوا فيه البطاطا ديريكت وصافي انا حرتو لهم كامل لا لا انا قلت لهم قبيله قلت له هذا كيعجبني بعدا بين التيران كيجبدوا من قنت لقنت قلت له بعدا ما يعياش تبارك الله عليه كان لعبوا بنيتنا ما كان غدروش والحمد لله راه الفرقه اللي مشيت راه الفرقه اللي كان مشي لها كان لعب بنيتي وكان نضرب تمارا كان نقولش انا زعما راني ولد بركه لا خصني راه لعبت في خريب كاع لعبت في الوداد لعبت في الجديده لعبت في طنجة راه الحمد لله راه كنخلي بلاصتي كما كيقولوا انا كنخلي البصمه ديالي واخا يقول بعد الجماهير كيبقى يقول لك لا الهلالي قبيح الهلالي قبيح التيران ضروري تكون شوف تكون قبيحه مولاي احمد في التيران راه الا ماكش قبيح راه ما تلعبش كره اكثر هي كره المغرب خصك تكون قبيح نيشان اكزاكتلي اباكر هذا الموضوع ديال بغا يطلع لك فوق الراس يبقى يدير فيك اللي بغى نيشان هو هذا الكلام اللي عندك راك في الكره نقدر ندابز انا وياك وانا عندك غادي يسالي الماتش امشي عندك سمح لي ياك راه كره هذا راه ما عندنا ما غادي نديرو انت كتضرب على طرف الخبز انا كتضرب على طرف الخبز نيشان اكزاكتلي ما غادي نديرو هذا اباكر هذا تاع راه دابا كاع اللعابه في المغرب راهم صحابنا راه اي كيتلاقاو في شي مختلط تلاقاو في المطار راه تلقى كتقلب على اللعابه شي راه مع الفرق الاخرى كل واحد راه عنده صحابه لا مليح مليح لا الحمد لله يعني كاع الناس يتكلموا في شوف شوف الفرقه ديال بركان والله الا راه غاديه في الطريق الصحيح ان شاء الله ماشي زعما راه غير كنقول لك راك عارف ان راه عندي غير نيشان باين شوف غاده في الطريق الصحيح السي بكر الهلالي شوف حنا اللي خصنا نحكموا يعني انت راك كتحكموا حتى حنا نحكموا حنا التركيبه البشريه ديالنا نتاع الفريق ديالنا راه ديالو راه في يديه علاش لان التركيبه تبارك الله عليها في يدها الشغل وعارفه الكره وتجربه والناس ديال الكره وفي يديهم يعني في الجيم كي قال الهراس الا ما جابها القلم يجيبها القدم راه في الرجل ديالك نتوما عندكم ان شاء الله تقدروا ان شاء الله انا نقول البطوله ديالكم علاش لان عندكم هاد لي ماتش هادو راكم يمكن تربحوا 6 ولا 7 ديال لي ماتش البطوله ديالكم الا ربحتوا 6 في هادو اللي بقاو راه البارح حنا نديرو في الحسابات راه البارح الروينه حنايا في الجروب كل واحد واش تيقول هذا يدير هذا نقول 6 هذا 7 يرد لي واحد عطيني في الفجر يقول لي لا راه 7 نشوفوا البطوله ولكن انا نتمنى ان شاء الله هاد المقابلات اللي بقاو لنا ان شاء الله في هاد الموسم تقدروا تجيبوا لنا البطوله علاش انا عارفكم تلعبوا بالقلب عارفكم تلعبوا بالقلب ونتمنى من الاداره دير معكم الواجب انا عارف ما تخلى لا اسمح لي ايمين بالواجب ديالهم انا عارف ما تخلاش عليكم الاداره ولكن المفهوم ديالي راه باين كاع اللي راه يسمع يمكن راه يفهم شنو باغي نقصد يعني الاداره ما تخلاش عليكم في الاخر ديالكم كما القجعره ما تخلاش على الحكام عاد لهم الشغل ديالهم ان شاء الله يقبلوا السفاره مزيان ويعرفوا يسفروا وان شاء الله نتوما تجيبوها عرفت راه في يدكم الكره مع الماتش تاع البارح تاع الرجاء انا عرفت بلي ان شاء الله الكره ديالكم ايوا ان شاء الله ديالكم غادي تقولوها في التمثيل مع اكادير غادي تكون عندكم الكلمه ديالكم ان شاء الله ايوا ان شاء الله
المهم رانا خصنا نمشيو غير ماتش بار ماتش، ماشي فوالا اي ماتش واحد دير فيه واحد لوبجيكتيف ديالك راه غادي خصنا نديو 3 بوين هذا هو. ولكن ما نكثروش ما نكثروش بالتعادلات، اعطيو مع الشعب باقي لنا 8 المقابلات جو بونس ياك ولا 9 8 اعطيو اللي عندكم في القدم والله العظيم غير تجيبوها ان شاء الله، جيبوا بعدا غير واحد التعادل ولا زوج واعطيو الانتصارات وحذاري حذاري من الفرق المؤخره هذيك بني ملال وهذيك ضروري هادو هما ان شاء الله ان شاء الله ما تكون في المواده غادي تكون عندكم واحد الشحنه كما قلت انت مقبلات، غادي تكون عندكم واحد القوه غتزيدوا شويه ان شاء الله وربي يكون معكم ان شاء الله في هذا ان شاء الله ان شاء الله نتمنوا وبالله العلي العظيم واه وبلغ الناس السلام عليكم لا ضروري والله يشافي اللي بقى امين امين نعم اخويا ميموني اذا راه الاغلبيه ديال اللاعبين راه متفرجوا فينا محمد شارج ماتريال راه معنا يتفرج معنا مقدم يا جور معنا عزيز معنا الكاس معنا العشير معنا بن طرشاد دريسي مليح وفرحان بيان سير راه معنا مجموعه من اللاعبين اذا نمشيو لواحد لا فيديو خاص جانا من تونس سبيسيال بوغ جوغ ديال اس بي بكر الهلالي ونرجعوا للاخوه الكرام بعد قليل بقاو معنا غادي نمشيو نشوفوا واحد لا فيديو ولكن الاخوه الكرام بقاو معنا عاونونا شي بالبارطاج غادي نمشيو نشوفوا واحد لا فيديو جانا من تونس الخونا بكر الهلالي وغادي نرجعوا لكم بعد دقائق بطبيعه الحال نتمنىكم تبارطاجوا معنا السلام عليكم يا عمي باكر شحالك لاباس الحمد لله على سلامتك وليت بريت ان شاء الله ربي ديما يحفظ لك بناتك اللي نحبهم هنا برشا نحبك انتم برشا ربيك على بناتك راه يمرضوا بالكورونا ربيكم على روحكم باي باي السلام عليكم خويا بكر الحمد لله على سلامتك وكنت لاباس فرحنا بزاف وتبارك الله عليك وبصراحه والله الا فرحنا بهذا الخبر هذا وان شاء الله الدراري كاملين ان شاء الله غادي يبراو ويولوا لاباس وان شاء الله توليو لنا الميادين وان شاء الله توليو احسن كي كنتو ورحنا فرحانين بك بزاف وبصراحه نتمنى الجمهور ديالنا كاملين مع خوتنا كاملين لا بكر الخوت ديالنا كاملين تاع النهضه كامل يدعو معهم وان شاء الله غادي نوضوا لاباس هذا الفيديو من فوق رفيق الخويا الميموني القناة انا بركاني الديار التونسية الى مدينة بركان دن نشكرك خويا رفيق من تونس انت والابنة ديالك نشكركم جزيل الشكر على هذا الدعم المتواصل لاعبي فريق نهضة بركان وكذلك لكل مكونات نادي نهضة بركان نشكركم بزاف شي تعليق بكر خويا على الفيديو اللي شفت اخويا شادي نقولك تبارك الله هذه البنية هذه الله يخليها له الله يحجبها الله يطول لها في العمر الله يخليها لوالديها وخويا رفيق كنشكرك حتى نتايا على الدعم ديالك وديما كتتصل بيا وكتسول فيا كنشكرك من هذا المنبر اخويا والله يعطيك ما تمنيتي ان شاء الله عندنا نتا ولا البنيه ديالك والعائله ديالك ان شاء الله يا شكرا اخويا شكرا اخويا عزيز وغالي الله يحفظك وتا خالد تا هو كيسول فينا مره ديرا خالد خالد اخويا بكر بصراحه نتمنى لك اخويا غير الشفاء راك عزيز وغالي
صراحة حتى البنية راه تسلم عليك بزاف بزاف بزاف، كي قلت لها سلم الدار قلت لها باكر برا ولا لا، فرحت بزاف فرحت بزاف، وقالت لها بندير واحد الفيديو درك نديرو له نقولوا على سلامتك، وقلت البنية الله يخليهم لك، وحنا فرحانين بصراحة كي وليتوا لاباس لها انت امين. الحمد لله على السلامة خويا، وتسال كل خير. الله يحفظك، الله يحفظك اخويا، الله يحفظك. دانا نشكرك خويا رفيق انت والابنة ديالك، في انتظار ان الاخ خالد ياكتيفي الميكرو. خالد اخويا خرج ولي دخل، راه عندك الميكرو مديزاكتيف. الوغ صافي خليها هكذا. راه بكر الهلالي كنشكرك اخويا خالد وما كانش وصل الكلام ديالك، تفضل. وبالنسبه ل شكرا اخويا بكر، واش غادي نقول واش غادي نقول لك شكرا بزاف، وتمنى انا راني فرحان لك بزاف والله العظيم كي شفنا هذا النهار وشفناك في الصحه ديالك جيده ان شاء الله. خالد خالد اخويا بدل الميكرو، بدل خالد بتقلع الكيت ولا بدل الميكرو. اذا مشى اخويا بكر نسولك على الترتيب ديال نهضه بركان حاليا 40 نقطه في المرتبه الرابعه، ورجاء الرياض البيضاوي 45 نقطة المرتبة الأولى، مولودية وجدة 41 نقطة، الوداد 40 نقطة، نهضة بركان عندها 22 ماتش، الوداد 21 ماتش، مولودية وجدة 25 ماتش، الرجاء البيضاوي 23 ماتش. إذن الفرق اللي غادي تنافس على البطولة هي أربعة فرق، بركان وداد وجدة والرجاء، وربما الفتح إلى جات من بعيد، أو الجيش الملكي إلى جات من بعيد لأن عنده ثلاثة مباريات ناقصة. إذن خويا بكر هاد الفرق ديال المقدمة وتواجد نهضة بركان، واش كتشوف أن نهضة بركان يعني من حقها أنها تحلم نفس هاد الكبار ديال المغرب وتفوز بالبطولة، وشنو هي الحظ ديالها؟ بكل حيادية أخوة بكر وبكل واقعية، بحكم أنك رياضي أولا قبل ما تنتمي لنادي نهضة بركان، بكل واقعية واش كتشوف نهضة بركان عندها الحضور في وسط كبار البطولة المغربية؟ كما كيقول راه الجميع كيشوف فارق نهضة البركانية، كيقول فارق نهضة البركانية قوي في الميدان ديالو، وعنده تركيبة بشرية ولاعبين في المستوى، وهو ضروري خصو يقول الكلمه ديالو في هذا الموسم هذا، خصو يدي البطوله راه يقدر ينافس عليها، واخا كما كيقول لك كيقول لك راه الرجال وداد الجيش الفتح هما اللي مولفين كياخذوا البطولات وياخذوا، وراه كاين شي فرق راه تبارك الله عليهم راه ماشي غير ياخذوا البطولات، وراه فرق هذا البركانيه هذا العام ديال هذا العام ان شاء الله غادي يقول الكلمة ديالو، وغادي نكونوا مع دوك الأوائل نضاربوا معاه باش نكونوا حنايا إن شاء الله في نهاية الموسم فريق النهضة البركانية المتوج بالبطولة الوطنية 2019-2020. واش هذا نعتبره تحدي، نعتبره وعد، نعتبره أمنية، ولا نعتبره غير هضره أخوة بكر؟ اعتبروا كيف بغيت اخاي ميموني انت ونظارك. اذا اخويا باكر انت واش كتفضل تفوز بالبطوله ولا كتفضل تفوز بالكونفدراليه؟ بكل حياديه وبلا عاطفه اخويا باكر. اخويا شوف انا اخاي ميموني اي لعب في البطوله الوطنيه تسولو يقول لك انا باغي ناخذ ثنائيه، اي لعب اللي تسول فيه اللي تسولو يقول لك انا باغي ناخذ ثنائيه، ناخذ البطوله وناخذ لاكاف والسوبر، لماذا؟ واو السوبر وكاس العرش، اي لاعب الطموح ديالو كيبغي يدير الالقاب ويبغي يبغي ياخذ الالقاب يبغي يعمر السي في ديالو. شفنا خاي ميموني. اذا خويا بكر الراي ديالك، اداره نهضه بركان وقعت مع السيد طارق سكيتي عقده اهداف مراتب الثلاثة الأولى في البطولة والفوز بالكونفدرالية، بمعنى أن إدارة نهضة بركان تتجه إلى تفضيل الكونفدرالية، ربما هذا الشيء كان في بداية الموسم، مع تقدم الموسم وتقدم المباريات ربما كبر الحلم ديال الإدارة وديال الجماهير وديالنا نحن كذلك كمتبعين ومحللين الرياضة البركانية بطبيعة الحال.
خويا بكر اللاعبين راه كبر الطموح ديالهم، هما راه كلشي دابا اي لاعب تيولوا في الفرقه النهضه البركانيه يقول لك راه بغينا نديو الكاس والبطوله. دابا راه ما بقيناش فريق من يقول لك فريق من هذوك الفرق الصغرى كما كانوا يسمعوا لنا نهضه البركان شحال هذه في 2002 2003 كيقول لك فريق النهضه البركانيه، ما شكون هذا بركان هذه؟ هذا برا فرق النظر البركانيه راه معروف عالميا، راه بنادم راه كيضرب له 1000 حساب، راه كيجي اي فرقه دابا كتسمع هذا فرق النظر البركانيه غتلعب ضدها راه كتضرب لها 1000 حساب. راه فرق النظر البركانيه ما بقاش سهل، راه في 3 سنين وشوف فين كلاسي افريقيا في 3 مواسم، شوفين مكلاسي العاشر عاشر افريقيا، العاشر افريقيا راه ماشي سهله اخي ميموني في 3 سنوات. كاين شي فرق راه حياتهم كامله هما في يلعبوا في افريقيا وما داروش هذا الشيء اللي درناه حنا. تبارك الله عليكم خويا باكر وعلى جميع مكونات فريق نادي نهضه بركان، وتعازينا الحاره والقلبيه لعائله ويد دار في الوفاه ديال الاخت ديالو، نتمنوا له ان شاء الله يرجع قوي وقدر الله ما شاء فعل، انا لله وانا اليه راجعون. كذلك مرحبا بالعوده ديال لاعبين هذا بركان بعد انتهاء الحجر الصحي ديالهم، ان شاء الله يعودوا قويين ويعودوا ان شاء الله احسن وافضل ويدافعوا الحظوظ ديال نهضة بركان فيما تبقى من الدوري ومن الكونفدرالية. إذن خويا بكر الهلالي تنتظركم مباريات حارقة، ضغط الوقت، غيتلعبوا في الأسبوع جوج مباريات، وكذلك الكونفدرالية نصف النهائي قريب، والجامعة في البرمجة ديالها دارت لضات متقاربين جدا ثلاث أيام بين الماتش باش نلعبوا المؤجلات، وجاينا نصف نهائي الكونفدرالية امام حسنيه اكادير. اذا واش لاعبي بركان اخويا بكر قادرين على هذه الرزنامه المتزاحمه باش يلعبوا جميع هذه المباريات بدنيا تقنيا نفسيا، خاصه ان الاغلبيه راجعين من الكونفينمو؟ اذا هذا الشيء اخويا بكر كيبان لي صعب وصعب، اذا نكونوا واقعيين اخويا بكر. انا في النظريه ديالي اخويا ميموني غادي نرجعوا قوى احسن ما كنا، يعني في النظريه ديالي انا في نظريه كنت عارف. وش غادي نقول لك؟ راه اللعابه راه عندنا تبارك الله راه ماشي غير 11 واحد، راه كاين شي 25 لاعب ولا 30 لاعب، راه واحدين سيك في واحد اخويا ميموني. وحنا يا راه حنا دابا نفكروا في الماتشات المؤجلين باش نقربوا المراتب الاولى، عاد ونشوفوا من بعد شنو غادي يكون في الكونفدراليه. دابا رانا نفكروا في البطوله، نهار اللي توصل له الخيطه ديال الكونفدراليه هذيك هضره اخرى عاود. لا لا خاي خالد ورفيق ومولاي احمد، واش معايا ولا ماشي معايا؟ بغيت نسولك على المقابله نهار الحد أمولي أبو بكر، هادشي عندك حق فيه ولا عارف فريق من هذا بركانية كما كتفكر أنت كلشي كيفكروا هكا يفكروا في أول لقب؟ أنا بغيت نسولك على المقابلة نتاع نهار الأحد، اللاعبين مازال في الحجر الصحي وجامع حتى المقابلة نهار الأحد، كيفاش غادي كيفاش التدريبات كيفاش لعب المقابلة كيفاش؟ ديال ما عرفناش كيفاش غادي يلعبوا نهار الأحد، بقات يومين لحد بقات يومين إن شاء الله. ماشي هذا الحد هذا، تاع الحد الآخر لو 13 ماشي تاع الحد سامي الحد لا عندهم ترسم انا داري الحساب ديالي انا 10 ايام دابا ديال عند راه مداري الحساب السي رفيق راه مداري حسابهم داير ولاو اللاعبين كل يكونوا ولاو لا دابا كاين شوف راه كاين اللاعبين راه ميترينيو اللي ما كانوش اللي ما تصابوش وبرا عليهم علاش على باش توقع لهم شي حاجه هما راه ميترينيو دابا غير حنايا نكملوا غير الكونفيلمو ديالنا رانا غادي ندخلوا معاهم دابا راه كل اي لاعب اللي كان في الكونفيلمو راه يكون يتريني ضروري يتريني انا ما غاديش تبقى لا لا الدراري وتاكل وكذا
مزيان الدراري كلشي مزيان، انت اللي في الكونفيرم في حجر الصحراء مزيان تبارك الله عليهم. لا لا الحمد لله ان شاء الله نهضروا معاهم كلشي مزيان. لا لا غادي نرجعوا مزيان ان شاء الله. لا راكو بعد اول قبل الكورونا كي وقفت الكوره بعد 3 شهور والحمد لله كي رجعتوا من بعد الكورونا 4 شهور واقيلا نتاع الراحه ودرتوا مقابلات كبار كما وعدتنا انت المره فايته في اللايف، قلت لهم اش غادي نرجعوا ان شاء الله ونفسوا على الاخر وفي راكو رجعتوا ربحتوا جوج فرق كبار كما ربحتوا المولوديه كما ربحتوا الوداد وجوج تعادلات خارج الميدان مع فرق كما نقولوا في المستوى كما ديف الحسن الجديدي كما برشيد، وان شاء الله هذه المره نرجعوا تركي الدعوه ان شاء الله تزيدوا ننتصروا فيهم. تاع الحكم والدي يعكم في المقابله ونتاع برشا كما نقولوا المقابله لعبتوها طلوع دخلتوا فيها طلوع برشيد ما كتبش انت صح الحكم الله يهديهم وصافي واش غادي نقول ماشي بعد الحكم المقابله تاع جديد اخويا باكر كلشي معكم ظلم كما نقولوا ظلم تظلم صوف بالعين باش ظلموك صراحه على كلشي كنا مع ديك المقابله كلشي كنا مع الحكم عندنا ما غادي نديرو وبرشيد كما نقولوا الكره ما بغاتش مع برشيد الكره ما بغاتش الانتصار كان باين ولكن الكره ما بغاتش غير ولكن المقف كبار كما نقولوا المنافسين الكبار المحتور كما المولوديه كما الويد واه وان شاء الله عاود بعد هذا المرض هذا ان شاء الله ان شاء الله نتمنوا ترجعوا احسن كي رجعتوا المره الفايته كما نقولوا لك وسيرتوا الهزيمه نتاع البارح الهزيمه نتاع الرجاء كما نقولوا فرحتنا كاملين كاع فرحنا هي كتعطيك الرجاء مازالها مقابلات كبار كتعطيك واحد الشحنه تعطيك الشحنه والرجاء كما تعرف مازال مقابلات كبار مازال مولوديه مازال الجيش مازال الوداد مازال جديده مازال التبركان وانتم راه عندكم كما قلت انتم مقابلات صعاب واخا مؤخر الترتيب باقي لنا باقي لنا مؤخر الترتيب نتلاقاو مع نتلاقاو مع الرجاء الرجاء ان شاء الله هذيك راه حنا الميمونه راه تفهمنا عليها ان شاء الله تروبو هذيك تفهمنا على تروبو ان شاء الله ديك المقابله هذيك ان شاء الله باش تجيبوا لنا التوب في المقابله والبطوله اخويا بكر ما بين يديكم صراحه راه بغات كما نقولوا حنا اللغه ديال الكره البطوله جايتكم واش هنا كره ان شاء الله غيكون شي مجهود لا لا غير الراس ان شاء الله جيده في تجربه هذيك الفرحه اللي فرحنا في هذيك الفرحه اللي فرحنا في كاس العرش انا بغيت شي وحده اكثر من هذيك ديال كاس العرش غتدي البطوله والكاف غادي يبقاو يهزوك هنايا فوق ريوسهم ان شاء الله بصراحه احسن تاريخ ان شاء الله غادي يكون عندنا باش البطوله والكاس ان شاء الله احسن تاريخ يكون عندنا وان شاء الله لازم تكون البطوله والكاس اخويا بكر العام الجاي راه كاين صفاقس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا الجيل اللي راه في بركان راه من هنا لواحد 10 سنين راه ما غاديش يتنسى لا ما يتنسى الجيل ديال 2018 2019 2020 راه غادي يبقاو من هنا لواحد 20 عام ولا راه ما غاديش يتنسى بالنسبه لخويا بكر بالنسبه على السنه هذه بعدا الى تفكر راه بحيث كنا راه بحال حتى اللاعبين دخلوا للتاريخ واخا مازال ما وصلوش ما داوش شي حاجه بالنسبه باش تضرب الوداد على روتور ضرب المولوديه وضرب الجيش تعادل مع الرجاء الرجاء في دقيقه ولا باش جاب التعادل ضرب اكادير ضرب الفرق الكبار هادو راه ضربتهم بركان هذه السنه هذه راه انجاز من عندي انا راه دارت عام زين وان شاء الله تكملها بالبطوله وتكمل الباقي ان شاء الله الخير اخي خالد دابا اي فرقه راه ضرب الحساب فريق النهضه البركاني ها باش نكونوا متفاهمين راه دابا اي فرقه كتضرب 1000 حساب الفريق النهضه البركاني دابا فريق ماشي من السهل ماشي سهل فريق فريق بركان راه كيقول لك راه كي انا راه بعدا شي دراري صحابي كيقول لي راه كينجيو نلعبوا في بركان بحال راه جايين للمقبره كيقول لي بحال هكا كيقول لي اخويا عندكم هذاك التيران مقبره والله دار كيما قبالة وخاصة الأفارقة وخاصة الفرق فرق الأدغال أرى باش تعرفوا بلا كنتوا باينين نهضر بركانية فريق قوي راه كي لعبتوا مع جديدة راه جديدة راك تشوف الفرقة ديالها كي دايرة جديدة في الماتش ديالها قوية وراكو درتوها في الوسط كنا لاربيت والسبب ومن بعدها جيتوا وبعشرات اللعابة ومن بعدها جيتوا البركان راكو ربحتوا الوداد ربحتوا المولودية ومن بعدها تعرف بلا تعرف بركان بلا راه فريق قوي انا عندي فريق النهضه البركانيه هذا العام داير في الماتش ديال برشيد حتى كي سمعنا شويه كورونا وكذا بحال اللي تا بنادم مورالمو بحال اللي دار كان شويه ما لعب كيفكر يقول لك اواتينا راها فيا دابا اي لعب يقول لك اواتينا راها فيا كيبقى يخمم غير في هذا الشيء
هضرنا 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 كيف يحسن بهم راه الله يحسن لهم راه ما غاديش نظلموا حنا اللعيبه درتوا مقابله كبيره مقابله كبيره درتوا راه شوف راه دخلنا واحد فهمت حيت حنا كنا غاديين في الكار فاذا به كنسمعوا جبريل وبن طرشا خصهم ينزلوا من الكار كي غادي توقع انت هذا المورال غادي للتيران واللعاب غادي معاك حنا صافي راكبين في الكار غاديين تا قال لك الا صبر نزلوا هاد جوج لعابه راه بوزيتيف مشينا بحال مشينا مورا اش غادي نقول لك راه غير بيك ما تيقينش حتى براسكم استناو نتوما يقول لكم نزلوا وا نجيبوا راه يجي نورمال دابا في اي لحظه كنا استناو يقولنا الدكتور ايوا نزلت كنا اي واحد يتوقع راه اصلا المرحله هي هذه فيمكن دابا الدراري اللي كيقول لك يلاه نمشيو للكار ودابا كيقول لك نستناو الدكتور واش يقول لنا راه كون نيجاتيف ولا بوزيتيف تبقى الدكتور يفوت علينا لا انت نيجاتيف طلع لا انت تطلع انا في التاريخ قال لك نزل جوج ينزلوا مشينا بحال اللي دايرين شويه مورال ما كاينينش مخربقين ومع كذلك مشينا دخلنا وتقاتلنا وكذا ربي ما جابش لعبت درت مقابله كبيره بعشره ديال اللاعبين ديروا مقابله كما هذيك دخلنا الماتش نسينا داك المشاكل وكذا نسيناهم وكان كنا نفكروا فيهم راه غادي نخسروا واحد شنو نقول الكاريت اللهم بنادم دخلنا هضرنا في الفيستيار الدراري نساو هذا الشيء نساليو الماتش عادي تكون الهضره والحمد لله الدراري دخلوا داروا اللي عليهم وتبارك الله عليهم بصراحه بكر حتى ديك المقابله هذيك قمت مقابله كبيره تفرجت المقابله بصراحه كنت فواحد القمه كبيره بصراحه لعبت مقابله كبيره وكنت على الدرب بكر عندك الجمهور ديال انت غادي دير لي المشاكل مع اللعابه انت راه كاع الدراري كانوا مزيان لا ماشي انا بكر انا لعبه كيف انا لعبه كيفهم اللعبه كاع صحابي كلشي لعب صحابي كاع تبارك الله عليهم وما نتمنى نتمنى التوفيق لا كاملين من اللعبة كلشي تفرجت عليهم وقاعد تفرجت عليهم وقاعد عطاو لك شي كل بركان غنقول لك القضيه شت قال لي لبس التوني ديال بركان راه ولد بركان هذه نعطيها لك انا كنقول اخويا بكر انا كنقولها انا كنقول ديما كنقول الدراري كاملين راه ماشي راه انا كيما نهضر مع الاصدقاء ديالي كاملين دابا ما نمشوش ناجي وعزيز والنمساوي كيدخل للتيران واش كيسلخ في عباد الله بارك الله عليهم ابدا اخويا بكر عزيز النمساوي راه مازال التاريخ ديالو كاين في تونس النمساوي التاريخ ديالو مازال باقي في تونس اخويا بكر على ذاك البنت اللي مركب نادي الصفاقسي الثاني والله الى حد الان مازال التاريخ ديالو في تونس وبصراحه حتى النمساوي ولا عزيز ولا الناجي ولا تبارك الله عليهم كلشي الدراري ونتمنى واحد اللاعب مسكين محسن ياجور نتمنى نعاونوه ونشجعوه وان شاء الله توالا لاعب كبير راه لاعب كبير وغادي يحسن ان شاء الله العام الجاي يحسن الكاتب وان شاء الله باش يرجع في المستوى ديالو ان شاء الله يبقى يسجل ان شاء الله اللاعبين نتمنى ان شاء الله التوفيق اخويا بكر ونتمنى حتى الكروش حتى هو يولي مسكين في المستوى ديالو حتى هو كان لاعب كبير في المغرب التطواني وحتى هو مازال ما ساعدوش لحد ما النهضه بركانية ان شاء الله نتمنى حتى هو يولي في المستوى ديالو حتى هو راه لاعب كبير بكر غير باش نكون على ضربه كانت دابا أباكر ونقولها لك بعد أنا مع الجمهور كنتلاقى بزاف مع الجمهور ديال راه عندي صحابي بزاف أكادير الرجاء الوداد جوج لاعبين اللي كيخافوا من الهضره البركانيه العربي الناجي وبكر الهلالي كي كيشوفكم في مقابله صافي كلشي كيخاف بكم هذه هي الفكره اللي ما عرفتهاش انا اش كيخافوا باش يخافوا بيا انت يا والناجي بجوج بكم انا والناجي انت والناجي ليكاتور لحقاش هما كيهرسوا الكواري كيقطعوا الكواري وكيتمنى انا كنت تلقى مع في المقابله خويا بكر في المقابله تلقى معاهم يقول واش كاين بكر الناجي غادي يلعبوا هما يلعبوا راه ياك في المقابله عندهم صعيب خويا انا والله الا شت انا والناجي غير داين الشنع دابا والله الا انا والناجي غير داين الشنع يقول لك لا نضربوا انا ضروري غادي تقاس راه فشي لاكسيو كدا تلقى مع شي لاعب راه ضروري غتقيسو راه ضروري واللاعب خصو يكون حرش الا دخلت نتايا بحال كيما يقول كيما كيل غوفريت راه غادي يمركيو عليك غادي تخلي اللاعب يفوت هي ما كاين والو غادي يمركيو عليك ويهرسوك خويا ميموني راك تفرج انت تبان لي انت هو اللي راك تفرج فينا ماشي انا اللي رانا خويا ميموني
اخويا اخويا باكر راك تعرف بالنسبه للانسان اللي يكون مريض ولا راجع بالمرض راه ديك الاجواء العائليه والحميميه بحال هذا النقاش يعني هو اللي يرجع للانسان الحيويه والنشاط ديالو اخويا ميمون انا شتا انا والامل من جديد بحال هكا واخا كي كنت في كونفينمون والله تنهضر معاك ما عنديش مشكل والله ما عندي مشكل وانا كنت كنكون غافل انا 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 خويا باكر صونيت غير المرقوم غير نقول له الله يشافيك مرقوم اما قدرش يجاوبني قال لي راني مدوخ بالدواء ابا مدك هذيك الليله كان مريض هضر مع هذيك الليله قال لي قول محمد انا كنت مريض هذيك الليله كان مسكين مريض بلاش ديك الليله لا ما ناس مسكين ديك الليله كانت عنده شويه قصحه محمد والله يشاف البرد مسكين الله يشافيه وراه ولا مزيان والحمد لله على السلامة الحمد لله راه شربوا الدواء راه بعد ما انا كون ماشي الدواء راه كرنا المخيرين موت صح واخا هو الدواء قاصح شويه ولكن اخويا راه فيه المنفعه صراحه انا بالنسبه لي انا كنت صافي قلت الدراري اسمح لي خالد اسمح لي خالد كيفاش اخويا باكر قاصح احكي لنا على التريتمو ديالكم كيفاش هاد الدواء قاصح يعني واش نتوما كنتو كنشربوا 11 كيلينه في النهار واو كتشرب اسمعوا الاخوان اسمعوا الاخوان اللي ما كديروش الكمامات 11 كنينه في النهار هضرنا خويا بكر على الصباح ديالكم 12 ديالكم الليل ديالكم يعني هضرنا على الدواء اللي كتشربوا النوع ديالو الطريقه يعني اللي باري الله يعلم تبقى غير نعس ومرخي كيرخيك كتشرب 6 في الصباح و 5 في الليل 11 حبه ولان اخويا كيقول الكلمه ديالو صراحه هو بنادم راه خصو يدير شويه الاحتياطات صراحه ماشي الضحك هذا بنادم خصو يدير الكمامه وكيدخل للدار يغسل يديه مزيان ويعقم يديه وبنادم يعطي ديما التباعد يكون مع صاحبه مع الاصدقاء خصو يكون تباعد وما تسلمش اخويا راه السلام كافيه بالبعيد حنا راه فينا طبيعه غير خصنا ضروري نبوسو الا ما بسناش غنموتو والله اخويا ما كاينش لك اخويا كون راه بنادم شوف كتقول انا شي مخطرت كنبقى نفكر كنقول و 3 شهور وانا داير كون فيلمو وما تقاسيتش راه ربي كيكتب عليك شي حاجه راه واخا تطير ولا تنزل راه ربي قال لي الهلالي نهار الوافلاني غادي تقاس والحمد لله قال لي كتجي من عند الله مرحبا بها خايبه اللي تجي من عند العبد ما قال لي تجي من عند الله مرحبا بها ونطلبوا في هذا النهار هذا الله يجعل بعد علينا هذا الوباء هذا باش بنادم نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا صراحه ايوا المهم بان لي تصبحوا على خير بان لي جاكم من الناس خليتوني غير انا اللي نهضر اللي مريض لا اخويا بكر لا اذن مولاي احمد بغيت تقول شي حاجه تفضل لا دابا غنتكلم اللي تقال حتى بلاتي وتقال اللي تقال كاين ما يتقال انا راني قلت انا تفضل عندي بارك عليا انا خصني نتصنت لكم دابا اخويا بكر تفضل مولاي ايوا واش غادي تفضل عندك شي سؤال ما كاين بعض الاخوان كيصيفطوا لينا من المانيا كيقول لي بالغنى السلام للاخوان والسي بكر الهلالي من كيران ولاد بركان ولاد زايو ومنهم مواطن سلام على مواطن والسي عبد الخالق اللي عمو بومدين من الديار الالمانيه قال لك سلام سلمنا على السي بكر الهلالي الله يسلم عليهم اللاعبين كاملين راك شاش عليك الكلام اسلم عليهم كاملين مبلغ كنشكركم مبلغ جزيلا الشكر الله يحفظهم الله يكثر خيرهم
من المانيا اللي قال لي سول فينا الله يكثر خيره. وديديكاس وديديكاس الوردي بلال اللي كيتسمى بالوطن. هذا خونا حبيبي هذا خونا حبيبنا صراحه اعرف راه راه عليا وحضر معايا هذاك هذاك بركاني هذاك هذاك راه بالي بركاني في الدم هذاك والله يا ودي ولا كان بركاني واه راه الاخ ديال سيتي زيو راه الاخ ديالو شكون هو؟ توردي مصطفى ابراهيم ما عرفتوش والله ما عرفتوش ولاد الحي الجديد فين كان يسكن الصف الصف اللي كان مع بركان واه ايوا تما يعني حي ولاد زيو ياه واه ولاد زيو وارك يسلموا لكم كيطلبوا الشفاء للدراري كاملين اه الحمد لله نقول لهم الدراري راه مزيانين والاخ عبد الخالق احمد حتى هو في زيو ولكن ولد بركان اسمح لي مولاي احمد هو ابو محلي ابو مجيد عمو هيا غادي نطلعوا الصوره ديال مواطن مع الاخ بكر الهلالي ها هي طالعه عندكم اذا هذه الصوره حقيقيه اخويا بكر من هي مش ناس لا كل وحده بوحدها هذه ما شفناهاش حنايا فين هي لا لا بغيت نطلعها نطلعها الاخوان اسمح لي اسمح لي لا لا هذه لا هذه كنا نهضروا مباشره هذه هذه انا وياه ومالي وفؤاد النصيري يعني ماشي فوتوشوب لا لا انا وياه وفؤاد النصيري ومالي لا بحال حنا هكا كنتكلموا هادشي ولا هذه راه كنت انا كان كنت انايا كنعيط واتساب واتساب وكان عيط لي في الواتساب وقال لي عيط المالح وفرحان وانا عيط المالح فرحان كان ناعس ما جاوبنيش وبقينا نهضروا درنا دردشه هكا مع مواطن وكذا ومواطن كان في الميفينا فينا واه انو تحيه الاخ بلال مواطن وناس زيو واحد واحد تحيه ليهم وناس اسبانيا البراكنا صحاب زيو الناظر حسيمه كاملين صحاب حفير كذلك والسعيديه وولاد اكليم الشيخ قول غير الجهه الشرقيه كامله لوريون طال كامل مع عند خويا بكر الهلالي نتمنوا الشفاء تسجلوا جدا خوتنا صراحه انت هما كيسولوك وا بطبيعه الحال اخويا بكر تا هما خوتنا حتى هما راه كاين اللي سول علينا كاين انا بعدا اتصلوا بيا شي بعدا مساعد المدرب وسياب الحق بن شيخه والبريباراتور فيزيك وبعد اللاعبين اللي راه سولوا عليا سولوا فيا قالوا لي كيف بقيت قلت الحمد لله كنشكرهم من هذا المنبر هذا تا هما اذا نمشيو شويه التعليق هذا اللي بعده خويا التعليق الياس برو اف اف ما تنساش تسلم على اخويا محمد بكر الهلالي هذا الياس صحفي نشكرك خويا صحفي اذا لوريون طال كذلك خويا تحياتي ليك كيسول على بكر الحاله الصحيه نتاعو اليوم كيبان مزيان زهير السالمي قال لك الرجوله الله يشافي الجميع تحياتي خويا الياس ميساج وصل اخويا صحفي زهير السالمي بكر واللعابه كاملين مشكورين على القتاليه ديالهم في التيران نشكركم خوتي تحيه لولاد السي سليمان وناس بايو شطو تحياتي كاملين شكرا خويا الراجع الميساج وصل هذا محمد شطو ديالنا ولا ما عرفتش والله ما عرفت اخويا باكر لا 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 هذاك راشد ما تنساش اذا الميساج وصل مجموعه من الاخوان كيسولوا كاين هنا ازيد من 1500 تعليق ما عرفتش نقدروا نلقاوهم كاملين مرحبا بالاخوان جميعا في هذا البث المباشر خويا باكر راه اون لايف معنا تحيه بركانيه من الدار البيضاء شكرا ناس الدار البيضاء من اكادير هذا السي بكر اشبال لك في اكادير اذا تحيه للمونجي القادري بوتشيش المنخرط بفريق نادي بركان تحياتي اخويا الناس مراكش كذلك
نشكركم كاملين تبارك الله عليكم جميعا خوتي، ديما كنكون مراكش وديما بركان خويا، الكرة المغربية تكون منورة إن شاء الله العالي العظيم. إذن خويا بكر، من بعد ما وصل الخبر ديال الشفاء ديالك والخروج ديالك من الحجر الصحي، العائلة ديالك الصغيرة والكبيرة ما بقاش ربما التخوف، ما بقاش الخوف عليك من خرجت، ولكن الاحتياطات واجبة خويا بكر، لأن هذا الشيء كيرجع وإحنا عندنا أبناء وعائلات كنخافوا عليهم. لذلك أخويا بكر مزيد من الاحتياط، الناس الكبار المنعة ديالهم شوية ناقصة، المزيد من الاحتياط أخويا بكر. الله بطبيعة الحال كان غير احتياط من هنا لفوق. السلام، خلينا نقول لك غير بالبعيد أخويا ميموني، السلام عليكم. والكمامة ضروري، الكمامة والمعقيم ضرورة. الله الواحد يقول لك اللهم سلامة ولا ندامة. شفناك اخويا بكر تكح، وهذاش عنده علاقه بالوباء؟ شفناك تكح. لا بل بل يشرب الماء بارد قبيله، سبب يشرب الماء بارد وانا ما نشرب الماء بارد وراني واو جاتني الكحه دابا، ما هو ماشي بهذا الوباء هذا. لا حتى الكليمه، حتى الكليمه اخويا بكر عندها تاثير. لا ما شعرش الكليمه، انا راني حال غير السرج، مره يبان لي واحد البرد، حتى هو فراني مع البارح، خليت السرج محلول حسيت به، حتى هو بحال اللي دارني البارح. تبقى تشرب الماء سخون مع السيترون مع الصبح، تفيق مع الصبح تضرب واحد الكاس تاع السيترون والماء سخون. انا دابا اللي كنشرب كل صباح قبل نخرج حتى حاجه ما تقبض حتى تولي، لان راه مفيد هذاك الماء المسخون، ماشي سخون. لا بكر، راك بوحدك ولا مع العائله ديالك؟ لا غير بوحدي. العائله بعيده عليك؟ العائله مازال بعيده عليك؟ واخا راه مع العائله غير يكون هو في البيت ديالو صافي، ماشي شي ماشي مهم يعني يكون متفرق مع الاولاد ولا لا واخا يكون في المهاجر عنده الحدود ديالو. لا انا كنت لا انا كنت بعيد عليهم باش نحيد الشك عليا ونحيد عليهم، بعيد عليهم انايا باش نكون مرتاح ويكونوا مرتاحين. لا خير واه خير، بعد العائله خير، تبقى وحدك خير. واه هذوك البنيات تسلم عليهم اخويا بكر، دوك البنيات هذوك الله يخليهم لك الله يبعدهم سكنه الوباء بصراحه. راه ترى الورا تبارك الله عليك، الله يحفظك. تبارك الله، الله يصلح ضروري. امين، نحبك برشا عمي بكر، نحبك برشا. واه تقول ايه برشا، نحبك برشا. البارسا واه ولد خالد حتى هو ما فينا، هو ما يكون حتى غير تشاغب هذاك ولد خالد هذا. قال لك بركان بحت وين الميكرو خالد، ما راناش نسمعوك. ومولاي احمد الله يشفي له مسكين، هذيك البنيه حتى هو مسكين، مولاي احمد ديالنا الله يشفي له ديك البنيه هذيك، ندعيو معاه حتى هو مسكين، خص الناس كامل يدعوا معاه. هذيك البنيه مش مسكين، ربي يشفيها له مسكين حتى هو، عاود باش يرجع مولاي احمد اللي كنعرفو مسكين حتى هو، راه شويه نديرو نجي وان شاء الله تولي لاباس حتى هو، غادي يولي لنا مزيان ان شاء الله. ما كنسمعوش اصاحبي، ما كنسمعوش ميموني، ما راهش يتسمع خويا بكر. الهلالي الجماهير البركانيه كتسولك على البوست اللي كترتاح فيه داخل الملعب مع نهضه بركان. ما عنده بارك، ما عندي بوست انا، ما عنديش، ما عندوش الباركينغ، عندي طاجي بلاصه في الستاسيون. راه باين باينه جوكر. انا راه شوف انا في ما يحتاجوني الفرقه في اي بلاصه على الراس والعين، مرحبا. انا ما كنقولش لا، انا راه ماشي غير في بركان، انا راني لعبت في فرق اخرين، راه لعبت الاغلبيه كاع لي بوست، راه بقى لي غير غارديان مازال ما حبست. كاين واحد السؤال السي بكر الهلالي الله يرضي عليك، بغيت تقدر تجاوبني عليه. خصنا بغينا نعرفوا المشكل ديالنا في تسجيل الاهداف،
يعني علاش حنايا المهاجمين ديالنا ما عندناش يعني واحد القفه ديال الاصابات عند الدراري ديال المهاجمين تقريبا غير من 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 ميليو اللور هما اللي كيسجلوا. لا كاين ماركي الدراري؟ لا انا اجر خويا باكر يقصد مولاي احمد خويا باكر الاله الهجوميه نهضت بركان تفرملت في عديد المباريات بالدليل ان المدافعين اصبحوا يسجلون ضربه ثابته سجل سجلنا الركراكي محمد عزيز النمساوي اذا الهجوم ديال بركان مازال ما سجلش يعني لمده طويله ماشي قصيره اخويا باكر. اللي باغي نقول لك السي بكر الهلالي ماشي كنقول لك حنايا مزيان التكتيك البشريه عندنا مهاجمين في القمه يعني من طراز الرافع تقريبا فهمت بحال يا جور بحال حدراف بحال زغودي بحال فهمت ولكن المشكل فوالا بحال العشير يعني انا كنلاحظ بحال دابا اللي كنتفرج على الوداد مع الترجي الذهب نهائي ديال عصبه الابطال كنشوف يعني الكره كي دايره كتدرج بركان حتى هي كنتفرج لها ولكن من نهار مشى كوتشو لافا شفت الاهداف كي دايرين بارابور اليوم علاش عندنا لو موك ديال لي بوتور ديال لي زاتاكون ومارك با كوم لي زوتر اتاكون عندنا غير الناس ديالنا تاع الدفاع الاكثريه من الدفاع والميليون لهنايا هما اللي كيسجلوا وباش كنجيبوا الانتصارات باصابه واحده فوالا اللهم هذيك الاصابه الوحيده والله الله يخلف الله يجعل البركه الله يخلف الله يجعل البركه لا فريمون خويا بكر فريمون خويا بكر السيستم دو جو ديال بركان فيه مشكل من المهاجمين ما كيسجلوش لمباريات متعدده السيستم دو جو ديال بركان اللي كيوصل الكره للمهاجمين او المهاجمين كاين مشكل فريمون مولاي احمد هضر على هذا المشكل التقني تكتيكي فني وانا راه ماشي وقته ولكن حنا رانا خوت وصحاب دردشه لا اسمع سيبك حنا غير كنهضروا حنا راه حنا براكنا ولاد بركان وكنبغيو الصحه للفريق حنا غير مجرد سؤال يمكن نتوما عندكم في نقاشات كتكونوا بيناتكم علاش ما سجلت هيا علاش سجل هذا انا كي درت اللور كذا انا بغيت غير نعرف علاش نتبركان واش عندنا عقده في الهجوم واش عندنا شي حاجه اللي ما كنتوصلوش بها يعني لقيتوها بالرجلين الحمد لله حنا عندنا اللي سجل الدفاع الحمد لله حنا مقتنعين بواحد الاصابه ولا ومقتنعين بثلاثه النقاط باش رحنا في هذا المستوى غير عندنا كنقول لك عندنا واحد يعني نقص في التهديف بالنسبه للناس ديال الهجوم الاغلبيه ديال الماتشات اللي ربحنا بهم راه غير بلي زاتاكو باش ماركينا وربحنا على ما اظن الاغلبيه ديال الماتشات بالضربات الثابته تقريبا لا خطا اخويا باكر خطا يلا يا جور ملي جا سجل مع الرجاء ياك تعقل واحد ومعام وسجل هدف اخر هي زوج راه المهاجم الاول ديال الفريق نهض بركان سجل جوج هو لا سجل جوج سجل ثلاثه جوج في الفريق و لا فكر درت في البطوله واحده في البطوله والبطوله واحده و فوالا بكر اخويا كاين مشكل كان بليسي يا جور عاود هذيك اخويا الماتش الثاني هذاك كاين مشكل عندنا في الهجوم والاداره واعيه بهذا المشكل والجميع واعي بهذا المشكل وترى سجل بيت واحد الزغودي واجراي يعني نورمال مخويا باكر يعني ماشي هذا هو الوقت ديال باش نهضروا تكتيكيا فنيا لان الموضوع يطول حنا اللي يهمنا هو الصحه ديالك خويا باكر وتقوم سالم غانم وتقوم بخير طبيعه الحال كان هضر اللايف تحيه لخويا الصحفي تحياتي وصلت التحيه لبكر الهلالي من عند الصحفي الزيدي وعبد الناصر الزيدي عبد الرحمن الزيدي كمال الزيدي كل شيء وصل اخوتي تبارك الله عليكم السلام عليكم شكرا الناس بن مهدي كامل اللي راهم يتفرجوا هذه الليله روحوا تنعسوا راه غدوه الخدمه
تحياتي ليه. خصو يدير شويه، خصو يدير شويه عقل وصافي. غادي نبقاو دائما نستضيفوا بكر الهلال السيميموني. عبد الرحمن الزيدي طبيعة الحال نتمنى له التوفيق، وكما قال بكر شويه التركيز، لان الكره راه ماشي فقط راك كوايري غادي تلعب، لا الكره خص اللي يدفع بك، اللي يوقف معاك. لا 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 إيه. اسمح لي، شوف 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 باش نكونوا واقعيين اخايا، هذه ديال هذه ندفعك ويكون شي واحد يحوزك، راه شو كانت في رجلك راك تلعب، ما كانش في رجلك. اسمح لي سالينا اخاي ميموني، على القدم راه الكره ما بقاش هذيك، لا راه صاحبي با صاحب فلان، لا خص با يمشي عند فلان يقول له لا علاش ما كتلعبش ولدي، ولدي واش تا ولدك زرق وتقول لي ما تلعبش ولدي؟ اسمح لي واش انايا انا راه بلي نقل على راسي، ما عمرو الوالد ديالي مشى عند شي واحد قال له علاش ما كتلعبش ولدي. باكر اخويا باكر، اقصد اقصد اللي يوجهك، اللي يوريك، اللي يعرفك، يعلمك. اما دابا دابا نرجعوا الهضره، دابا الدري صغير خويا باكر، شوف اليوم الكره، شوف خويا باكر اليوم تكون كوايري الا ما عندكش اللي يوجهك واللي يوريك واللي يدعمك واللي يبوسيك ما كتوصلش. انا دابا حنا اليوم ما توصلش اخويا باكر. دابا كمال يمكن ولا كسميتو الغارديان كسميتو عبد الرحمن، عبد الرحمن راه يمكن راه يتفرج دابا. عبد الرحمن كيبقى يتسنك الهضره ديال الزنقه، واش فهمتني؟ شي واحد كيعمر له راسو يقول له لا راه خصك تلعب سينيور انت لا كذا، هذه راه خطا. هذا ايه باش يكون راني لقيت واحد النهار هضرت معاه قلت له شوف تريني وخدم وصبر، كل هادشي اللي راه فيه بركان، راه انا شحال هادي راه ما كناش فيه حنا اخايا ميمون، راك شوف فين كنا. دابا راه كاين كلشي موفر في بركان، غير بنادم الا ما بغاش يلعب وما بغاش يدير عقلو في الكره، ما الامكانيات التيرانات راك تشوف تبارك الله من احسن التيرانات كاينين في المغرب، اي حاجه كتكون في تطلبها كاينه، اي حاجه طلبتها في الفرقه كاينه عند فريق النهضه البركاني. اي بنادم خصو باش يعرف بالله خصو يدير شويه عقلو، محد راه يتفرج فيا دابا ويسمعني وخا غادي يقول لك باكر راه قبيح وكذا، لا ما انا راه كنبغي غير المصلحه ديالو، خص ما يفكرش بالله راه خصو دابا يطلع سينيور وكذا. نهار اللي نهار اللي ترينا معانا راه المدرب عيط له قال له هذاك الدري خصو يجي يطلع، رانا اللي غادي يبغي المدرب ولا شي واحد اخر راه ما غادي يقولوا له روح راه غادي يجي. واش نتايا في النهار باغي توصل تولي تلعب سينيور تحيد زهير العروبي وتحيد الحمياني وتحيد فلان وتجي نتايا؟ اسكت صبر وما يتقلقش عليا باش نكون اخايا عرفتي بكر الهلالي، هذه راه مصلحه، اللي بغى يتقلق يتقلق، هذه مصلحه. لان دابا هذا على فامي هيم على فامي ديالي وكذا، واش لا لا ما يتقلقش عليا وصافي. لا لا ما عندوش ما يتقلق، بالعكس خصو يفرح. انا والله انا شوف لا انا والله الا كنبغي له غير المصلحه ديالو، لا حنايا لان علاش انا كي كنت نلعب ما كانش اللي كان يوجهني يقول لي شنو دير ولا دير ولا كذا. راه الانسان الا ما تعلمش من الاخطاء ديالو ويجتهد راه عمرو ما يوصل. واه ديالو بالاجتهاد ديالو راه غير يشوفوه الجمهور يشوفوه يقول لك لا خصنا عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن. حنا حنا انا ما نعرفوش هذا عبد الرحمن، ولكن بغيت نتكلم عليه راه بالعمل ديالو والجد والنشاط والاجتهاد راه بين يوصل، راه بلا المدرب راه غادي يمشي وخا ما ديش بركان غادي يطيروه الفريق الاخرين. هادشي اللي راه كنقول مع دابا ميموني قال لك زيدي خويا صحفي، اسمح لي باكر صحفي خويا صحفي ولا شي واحد يصيفط لي تصويرة عبد الرحمن في اللايف باش نطلعوها في المباشر يعرفوه، نديروا له شويه الاشهار. انا ما نعرفوش فوسيوا شويه فاش كيلعب هو مع تكمل باكر مع السبورا سي باكر الهلالي هو ولا هو راه واحد غير جونيور غير مع لي كادي. لي كادي صغير لا جونيور 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 ايوا مزيان مزيان. تفضل تفضل خالد تفضل اخوان نسمعوا لك مالك تفضل.
لا حتى كان مشى الميكرو صافي. لا هضروا هضروا غير كان نسيت نشوف كان مشى الميكرو. ما كانش عندي الميكرو راح يجي انت خالد. انا مكلف بالميكرو كاع ما خدتش فيها خالد. تحياتي لكم ورانا اونلاين في مجموعه من البلازمات في العالم الناس راهم يتفرجوا. تحياتي ليهم كاملين وتحياتي كذلك للناس اللي راهم يقدموا التحيه لبكر الهلالي. رانا واصلين 1775 تعليق ما غاديش نقرا نقدروا نقراوهم كاملين. تحياتي لجميع الناس اللي راهم متبعينا في اليوتيوب على قنوات ديال انا بركاني تي في وانا بركاني ميديا والناس اللي راهم متبعينا في الفيسبوك على صفحه انا بركاني والصفحه ديال النهضه جوج ديال النهضه كبار تابعين النهضه تابعين البرك انا بركاني وكذلك مجموعه من الحسابات الفيسبوكيه. سمير الصالحي من هولندا تحيه للباكر الهلالي والاخ ديالو مصطفى ربي يحفظهم من هذا الوباء شكرا. اذا مجموعه من الاخوه راه من هنايا سي مصطفى راه متفكرك اونلاين من هولندا سعداتك. اذا احمد المالكي هذا الشيء اللي كاين اخويا تبارك الله عليك. اذا مهم هذاك الشيء اللي عبد الحق الميسيو هذاك الشيء اللي كاين اخويا بلا ما نخوضوا في المسائل التقنيه. لا راه في الكونفينمون اخويا مداح تبارك الله عليكم كاملين. اذا نمشيو للاخ ديالنا. وصلنا لساعه وخمسين دقيقه غادي الوقت ديال البرنامج هو جوج سوايع. غادي نمشيو لكلمة أخيرة من عند خونا رفيق ومن بعد خالد ومن بعد مولاي أحمد. كلمة أخيرة بهذه المناسبة ديال عودة الأخ ديالنا بكر الهلالي من الوباء والخروج من المستشفى. إن شاء الله نشوفوه بخير وعلى خير وعودة اللياقة البدنية والأحاسيس الجميلة ديال كرة القدم. تفضل رفيق أخويا. إن شاء الله. والله ما سمعتك أخويا محمد. الكلمة الأخيرة كلمة أخيرة بهذه المناسبة ديال العودة ديال بكر الهلالي من المرض ديال الكوفيد 19. محمد واش نقول كلمة أخيرة كما نقولوا فرحنا بزاف لا بخونا بكر لا بأخوتنا كاملين كما عزيز كما النمساوي كما إن شاء الله ضيوتا ويرجع كما خونا المقدم أجراي خونا يرجور مهم الدراجة كاملين ليكيب ديالنا كامله صراحه فرحنا بزاف خويا براني اجراي ما قايش والو لا زغودي زغودي غلط زغودي زغودي ماشي اجراي زغودي وبصراحه عاود خونا محمد مرقوم تاهم الحمد لله سلامته مسكين سمعنا بصحه ديالو راه جيده فرحنا بزاف وبصراحه نتمنوا لهم العيشه فيهم والدراري اللي باقي في الصحه ديالهم الله يخليهم صحتهم الله يبعد عليهم هذا الوباء هذا امين امين وجميع الدراري ديال البطوله ديالنا الوطنيه جميع المغاربه كما نقولوا جميع العرب ديالنا وبصراحه الفرطه بكر هاد الاشياء وصلنا بصراحه وراك تعرف هو صديق وخونا كما نقولوا قبل ما غادي نقولوا كبرنا بالصغر نعرفوا كما نقولوا راه خدم واحد هو اللي كنعرفوا اخونا بكر فرحنا بزاف بهذا الخبر هذا وتمنى نهار يسمع الخبر ودرك الحمد لله نقولوا الحمد لله على سلامتك والله يبعد عليك هذا الوباء ويرد بال على روحه كما نقولوا وان شاء الله دوك النيات الله يبعد عليهم هذا الوباء وديما كما نقولوا الوقايه لا النيه ديالو لا العائله ديالو الكبيره الوالدين ان شاء الله واش نقول لك اخويا محمد الباب ان شاء الله تنوينوا يرجعوا الصحه ديالهم جيده ويرجعوا التدريبات حنا كنستناو كما نقولوا كما وعدنا خونا باكر وعدنا اللقب ان شاء الله واخا ما كاينش اللقب مرتبه ثانيه ولا الاولى ولا الثالثه ماشي مشكل المهم حنا الصحه ديالنا ديال الصحه ديال الدراري ديالنا نديروا اللي بجهدنا والكمال الله ان شاء الله خويا بكر نعرف بالله راك نعرف بالله ليكيب ديالنا راه كاملين الخوت بصراحه الاول ديال الثالثه ديالهم كامل اللعابه دايرين مجهود كبير واللقب الى عطاهم حنا اللقب لينا حنايا هما غادي يعطيو اللقب لروحهم اللاعبين كاملين هذا اللقب هذا وحنا اللي علينا نشجعوهم ونتمنوا بالجمهور كامل بصراحه الجمهور الوطني الكامل البركاني داخل الوطن وخارج الوطن يشجع الفريق ديالو كما الجمهور تاع الرجاء وتاع الوداد وتاع لا فروق كيشجعوا الفروق ديالهم بصراحه يشجعوهم وواقفين معاهم حتى حنا سنوقف مع الفريق ديالنا مش حنستناو غير نتائج ايجابيه وغير انتصارات كما بغات تكون النتيجه نكونوا مور اللعبه ديالنا هذا كما نقول لهم جنود وهذا الوباء راه تصابوا به على حسابنا حنايا مشاو باش يلعبوا المقابلات باش يجيبوا لنا الانتصارات
وربيت شي مكتب لهم، وفعلا لو كانوا في ديورهم هادشي ما غاديش يقيسهم، وهذا هو المكتب. وان شاء الله كما نقولوا نتمنى للجمهور يشجع ديما يشجع الفريق ديالنا، باش ان شاء الله يعطينا واحد مستوى كبير، بحال ما شجعناهم بحال ما عطاونا نتائج في المستوى. وحنا نتمنى لهم ان شاء الله الصحه ديالهم كل شيء، كما نقولوا صحتهم احسن من الكره احسن من كل شيء. وكما نقول لك اخويا بكر، المقابله تاع نادي الصفاقسي كي نهزم في المغرب مع نهار تبركان 3-0 كما تعرف انت ديك النتيجه، جا الصفاقسي هنايا والله الجمهور تعرضوا لهم بالورود وبالفرحه وشجعوهم وصفقوا عليهم وفرحانين باللعبه ديالهم، ما كانش قاعد وكاين انتقادات علاش خسرتوا ولا علاش عملتوا، مشاو كل شيء مع التحكيم بلا كيما اللي غشكم انتم كنتوا رجال. وحتى احنا الجمهور ديالنا نتمنى اللاعبين ديالنا المقابله كيكون فيها اغلاط تاع الحكام يمشيو مع التحكيم ما يمشوش مع اللاعبين ديالنا، اللاعبين راه دخلوا ديروا واحد المجهود وداك الشيء مع تاع الكره. ونتمنى التوفيق للدوري ديالنا كاملين اللعبه ديالنا، ونتمنى التوفيق ان شاء الله، راه حنا ديما كندعموا فيهم، ونتمنى الجمهور كامل يدعم هاد اللاعبين ديالنا ان شاء الله يعطينا هذا العام ان شاء الله شي لقب اما الكاف ولا البطوله اللي جانا مرحبا به، وإلا ما كاينش حنا معاهم نتمنى غير الصحه ديالهم تكون جيده. نقول لك اخويا بارك الله يخلي لك صحتك والله يخلي لك ولادك والبنيه ديالك اللي تبارك الله عليهم سلم عليهم بزاف والله يعدهم بهذا الوباء، والوالدين ديالك الله يخليهم لك، وراك عزيز وغالي بصراحه النهار اللي مرتو حنا معاك والقلب ديالنا ديما معاك وكاع مع الدراري ديالنا ماشي غير انت كاع الدراري كاملين الفرقه ديالنا كامله. الله يخليك اخويا رفيق وتبارك الله عليكم وراكم رجاله كما وعدتنا المره فايته قبل الكورونا بعد الكورونا كنا غادي نكونوا في المستوى، كنتوا في المستوى ان شاء الله مازال تكونوا في المستوى. ونسلم على الاصدقاء ديالي كاملين بعزيز مساوي بيا جوب الدراري كاملين نسلم عليهم ونقول لهم ان شاء الله الله يشافيكم والله يبعد لكم الباب. تحية لك وتحية سيمون أحمد وخالد وتحية سينيموني، نشكر على البرنامج صراحة البرنامج الزين اللي كيجمعنا وكنشوفوا الحباب كنشوفوا كل نهار نشوفوا حبيب نشكر بزاف، ونتمنى له التوفيق في العمل ديالو، ونتمنى الجمهور يبارطاجي بارطاجي بارطاجي باش هاد اللايف اللي ما شافوش ان شاء الله نهار اخر غادي يشوفوا. دوكم صباح الخير وكم رفيق يحييكم بارك الله عليك شكرا الله يحفظك فيكم هادشي ما نقول. وي خويا بالنسبه ليا شكرا خويا رفيق على الجلول ديالك التدخل ديالك. بالنسبه لخويا بكر نشكرك بزاف، نقول لك علاش نشكرك بزاف، انت وليت بالوابع ودخلت معنا في اللايف وكما يقول، وشكرا بزاف. وكما يقول الجماهير البركانيه كل شيء كانوا موحشينك وانت راك دخلت اللايف وعطيت لهم راه كما يقولوا عطيت لهم كما يقولوا وجه اخر، بينت لهم شنو المرض كيفاش وهذه كما يقولوا، حتى هذا راه كما يقول حاجه كبيره درتها يزاد كما يقول يزاد في الكراد. ونشكرك بزاف. وبالنسبه ان شاء الله اللاعبين الاخرين ان شاء الله بحال مرقوم الدراري كاملين ان شاء الله نتمنى مرقوم مسكين هو اللي تقاس مؤخرا نتمنى له الشفاء بزاف مسكين. اللاعبين الاخرين ان شاء الله الشفاء وكاملين ان شاء الله، ويا ربي توليو ان شاء الله المستوى ديالكم كما كنتوا في الاول ان شاء الله. وبالنسبه ل كما كي بالنسبه ل يا ربي تلفتيت الهضره تلفتيت نخليوك نعطيوك استراحه اخويا خالد نعطيوك استراحه اخويا بكر غادي نمشيو نشوفوا واحد الصوره ديال توصلنا بها في الاداره هنايا واحد الصوره السيد اللي كنا نهضروا عليه طبيعه الحال هو الحارس عبد الرحمن الزيدي اللي كان يهضر عليه بكر الهلالي. هذا هو مولاي احمد الحارس عبد الرحمن الزيدي. سيبين له الصوره مزيان سيبين له الوجه ديالو مزيان باش يعرفوه. هذه هي الصوره اللي توصلنا بها في الاداره هنايا في الاستوديو ديالنا. يقدر يكبر الصوره اخويا بكر ماشي مشكل عنده الطابلات. هذا هو الحارس مولاي احمد. كان حارس عنده مستقبل كبير، نتمنى نهضة تبركان انها توقف معاه وتدعمه وتواكبه في جميع المسار ديالو الكروي حتى يوصل للسنيور ان شاء الله. خويا بكر اخي ميمون باش نكون واقعي تفضل. فارق النهضة البركانيه راه داير كل ما في جهده الواحد بنادم ديالنا مع راسو خصو يعرف شنو يدير
خصو يخدم ويصبر، ما بقاش يسمع الهضره ديال الناس. لا يبقى بنادم يمشوش لك على الراس، راه هذاك هي الاخي بحاجه. لا يجي واحد يقول لك لا راك انت احسن بفلان، لا انت خصك تكون مع فلان، هذا راه خطا كبير. راه الواحد ما يوصلش هكا. الواحد ما الا هو يخدم ساعه، انا خصني نخدم جوج سوايع. انت فاهميني؟ انا راني كنت صغير، راني كنت كنترني صباح وعشيه كيف قدو باش وصل تقول له باش وصلنا لهذا الشيء. واه النهار اللي غادي دير سميتك وتوصل تما، تما راك صافي، راك دار سميتك في المغرب، راه كلشي غيعرف. دير اللي بغيت، تسمع الهضره ولا ما تسمعش الهضره. ما انت باقي صغير، مازال ما وصلت، وعندك واحد المستقبل. الكارديان ماشي بحال اللعاب. شحال في عمرو؟ شحال الجوال مطلوبين في في ما راك تشوف 17 ولا 18 يا مولاي احمد؟ اه مزيان اصاحبي، هذاك البوز اللي كان داير، هذه اللقطه يبان لي بحال منير الهبيل في يامو. راه تبارك الله، راه كباري هاد الدري، راه طويل، راه طويل عليا، انا طويل عليا. مزيان والله، لا مزيان 17 18 في خيال مولاي احمد. هاد الدري هذا خصو يخدم ويتصنت مزيان. واش فهمتنا مولاي احمد؟ كيصنط بعدا مزيان، يعني ما فيهش ديك مغناه. اه فيه شويه هذيك كتنوط فيه، كتنوط فيه لا لا حتى هو مره ايوا صافي. لا تنوط فيه ما يوصلش. اقولها له، قول له قال لك واحد السيد بلجيكا وبركاش فينا، راني راه معانا، راه معانا في اللايف مولاي احمد. لا ما خصوش. واش شويه الدعم، شويه الدعم مولاي احمد، شجعوا اخويا ميموني. اسمعني انا يهضر، احنا نبغوا كل واحد، انا نبغوا كل واحد. انا هضرت مع الحاج خيدو في السعوديه، انا وزهير العروبي، انا وزهير هضرنا مع باه، انا وزهير قلنا له هضر مع داك الولد شويه، خصو يطيح شويه، ما يحس براسو بلي راه وصل. راه خطا كبير هذا. الا زاد هكاك راه ما يبقى يديها فيه حتى واحد، ولا راه يسمعني غنقولها له، قول له طيح الكواري وان شاء الله غيتوصل، وبالعمل والاجتهاد والخلق. والمغنات راه ما يسول حتى شي حاجه، المغنات راه ما يسول حتى واحد. وحاجه اخرى، الى بقى شوف مولاي احمد نقاطعك، الى بقى يفكر في الفلوس من دابا راه خطا كبير. على الفلوس راه هو اللي غادي يجيب الفلوس، ماشي الفلوس اللي غتجيبو. سمعت؟ راه غير وسيله، خصو يخدم بالعمل والاجتهاد. وهذاك الاجتهاد والعمل، الى بغى يحصد خصو يزرع. ولكن ان شاء الله قول له المغنى تقلحهم منك، ولا راه يسمعنا. كيقول لك واحد المثل مولاي احمد، خدمه صغري الكبري. فوالا بس هذا هذا خصو يكون يعني يعني كيقول لك العقل السليم في الجسم السليم، بشويه عليه ويبقى يسمع ويستافد باللي كبر عليه واللي عنده يعني تجربه. خص هذوك هما اللي خص يبقى يسمع لهم. الا يبقى غير مغنات، ولا انا راني بلي فور، ولا راه شويه غارديان بروفيسيونيل، ولا راه ما يوصلش وحتى ما يديها فيه. ولكن ان شاء الله الا بالعمل ويبقى يسمع والاخلاق ديالو تكون طيبه، راه كلشي يبغيه وكلشي غادي يعطيه البلاصه ديالو ويوصل. انا راه بعدا هاد المره هذه راه يسمع ياك ميموني، راه كاين تما ياك. غير انت اخويا باك، راه ما جاش ترينا واحد 3 ايام ولا 4 ايام كي كنت انا. هذه يعني حاجه دارها ما مزياناش هذه، غير باش يعرف بالله. راه اي حاجه كتكون راه كيجي عندي كيقول المدرب ديالو، راه كيقول لي انا شنو كاين النقط. المدرب ديالو حيت انا صاحبي كيقول لي راه كنهضر معاه ولاني ما كيسمعش. راه هو انا نقول القضيه اخي، راه شوف انا واحد النهار كنت عاد صغير، قلت يلا طلعت سينيور في بركان، اول عام ديالي يلا طلعت سينيور. نعم. والهاشمي البرازيلي الله يذكره بخير كان معنا، حسن المرابط وهشام بوشنافة وشكون اخر يا ربي، كان معنا واحد الغارديان اخر ما عقلتش والله. اخويا ميموني ومولاي احمد يا ما كانش تيران هكا، راه كانوا عندنا واحد جوج تيرانات اللي تعقل عليهم ميموني صغار، في كنا ترينو شباب بركانو، كانت الشتا والغيس والحجر. قال لهم هذا النهار ما غاديش ترينو في الكاس، وغادي ترينو في هذا الحجر وفي هذا الغيس.
فوالا تفكير دلقوال ولا تعرف حسن المرابط وعامر دمويات وكي ولا بالغيز مش غادي نقول لك حيت الدري باغي يخدم وباغي يوصل واش تنشت هذا العمل اللي داروا له ودريسك محلين هذه النقطه من لا ديسيبلين وجاب بحال هذا هذا دابا عنده 13 عام ولا 18 عام و 4 ايام ما ترينيش شنو تكنا هذه واش كتخن دابا هذا كيستنى با يخدم انا باك من خدام غدا غيكبر غيستناك انت كيقول لك انا علاش ربي ولدت ولادي باش يخدموا عليا من بعد طيب اللي مزيان زعما تبارك الله راه شوف هو تبارك الله غارديان راه ترينا معنا واحد الحصه جا ترينا معنا عطاوه الفرصه عيطوا وهذه الفرصه هو عطاوه الفرصه وانا اللي راك وهذه الفرصه هي اللي غتخدم عليه ولا عندك اربعه الكوار ما غاديش تزيد الخامس لا خصو يتريني ويخدم ويصبر نهار اللي غادي تجي الفرصه ديالو انا ما غادي يقلع حالو حتى واحد لا كما انا شوف انا نقاطع كمولاي احمد انا مشيت للجديده يلا مشيت سنيت في الجديده الماتش الاول حطني بن شيخه راني مريح في البونت توش الماتش الثاني الماتش الثالث نهار الماتش واحد الماتش ما كانش واحد الدري جا عندي قال لي ها هو غادي نعطيك التريكو قال لي بصح ما تردوليش قلت له شوف قلت له شتا التريكو الا رجع لك غير جري عليا بهذه الفرقه شفت بهذاك النهار هذاك النهار مولاي احمد وانا كنلعب تيتيلار فوالا حيت صبرت واخا انا كنت معروف كنت كنلعب في البول لعبت في الوداد لعبت في الجديده في خريبكا حيت كي مشيت للجديده لقيت واحد الجروب راه ما شاء الله تبارك الله غير كوايريه انا ما غاديش يقدر يحيد واحد ويحطني انا يلا جاي جديد تيتيلار صبرت انا ريحت له في البونتوش حتى جات الفرصه ديالي كي جات عديت فيها بسناني ما تلقتهاش فوالا دابا هذا راه درت كتعطيه لكل واحد اللي كيسمع في البدايه ديالو ومنهم هذا الحارس هذا خصو يستافد من هذه الهضره اللي كتقول نتايا لان انا كي قلت له انا كي قلت له في بركان انا كنت مره ندير فلوس مره ما نديش مره يعطيوني الفلوس مره ما يعطيونيش شحال هذه في الدوزيام ديفيزيو مره يعطيوني مره ما يعطيونيش ولاني كنتريني كنخدم كنتعارف داير واحد لوبجيكتيف ديالي خصني انا نخرج على بركان خصك توصل المهم خصك توصل الهدف ديالك وصلت له الحمد لله درنا سميتنا دابا راه في اي بلاصه غادي تلعب دابا كي تكون داير سميتك في اي فرقه في المغرب تلعب فيها غير واحد خصو يتابر ويخدم ويكون عقلو صغير ما يبقاش يقول لك لا انا راني انا هو انا هذا راه خطا كبير خطا كبير حيت حنايا كي كنا نلعبوا ما كانش اللي كان يوجه هنا يقولنا هذه لا ما مزياناش هذه كان واحد خالي الله يرحمه برحمه الله راه الا يكون يعرفوا ميموني الوشاني محمد الله يرحمه الله يودي اه يودي هو راه الخال ديالي الخال ديالي هو اللي كان مسكين مره يجي التيران يوجهني يقول لي غير صبر وكذا ما راه شي واحد راه اللي يقول لك شي حاجه هذاك راه يبغي لك غير مضره كيقول لك سمع تصنت لي الكلام اللي يبكيك ما اللي يضحكك راه غير يضحك عليك واه نيشان واه هو الانسان خصو يطيح الكواري ويستافد ويتعلم لان راه دابا بحال هذا واه مولاي احمد بحال هذا دابا 19 عام وما تمشيش تريني 4 ايام ولا 5 ايام وشنو كتكنى راه هو غادي يخسر غير السي في ديالو السمعه ديالو واه السي في يعني يخسر السمعه ديالو وفي التالي ما يبقى يديها فيها حتى شي واحد دابا المدرب ديال ليكيب ا راه كيتشاور مع المدربين كاملين ديال الفئه الصغرى متفق معايا ولا ما متفقش معايا مولاي متفق معاك لان هنايا اللي رابور اللي كيتشارجاو من هنايا اللي كيطلعوا من ا بي يعني من واحد النقطه للنقطه الاولى هنايا هذه هي الفرصه اللي خص يدير لابلاص ديالو بحال انا مثال المدرب ديال ليكيب ا وانت المدرب ديال ليكيب ديال ليكيب ليسبوار انا غادي نتصور معك غادي نقول لك واش ميموني مزيان كيلعب الكره مزيان انت غادي تشوف ميموني فيه واحد الديفو غادي تقول لي شوف مزيان ولا ان فيه واحد الديفو
غادي نقول لك غير صيفطوا ليا انا غادي نقدر نتعامل معاه واش فهمتني؟ نعم. دابا راه المدربين كيتشاوروا مع هادو كيقدر يقول له هذاك قبيح، هذا المدرب واش يدي في نظره؟ غادي يقول ايوا قبيح هذا الى السينيو غادي يبقى غادي يبقى غير مرضني انا واش فهمتني؟ نعم. قول لي خويا بكر هنا عندكم سيكولوج تما في خالد ما خدش في الميكرو اخويا عندك فيه الضجيج انا نعطيك الهضره وهضر خالد انا كنديزاكتيفي لك الميكرو الميكرو ديالك فيه الضجيج اتفضل مولاي احمد لا قلت سي بكري لي واش عندكم ام سيكولوج تما في ليكيب وعندنا كوتش مونتا لا سيكولوج يعني ماشي سلامام مولاي احمد سلامام سي المام ميتي يعني باش واحد الكوتش مونطال يعني هو قاري سي تام بسيكولوج فهمت وهذا راه عنده الدكتور هذا راه دكتور هذا اللي معنا الا فاهم فاهم اذا مولاي احمد كلمه اخيره رانا في جوج سوايع و10 دقائق ما تهضرليش على السوايع شوف الله يحفظك تهضرليش على السوايع خلينا نكملوا فوقاش ما وصلت قلنا السلام عليكم احتاج بكر الهلاوي تقولنا جوج سوايع انا ما بديت نروح 10 دقائق انا ما كانش نعرف حتى شي اداها لك خالد ورفيق السي بكر الهلاوي نطلب من مع هذا البرنامج هذا زعما ان شاء الله كنطلبوا كاع من اللاعبين اللي بغاو يفيدوا معنا اللي بغا يدوز حتى والله العظيم ندخل اللاعبين ويكون معنا واحد التواصل معكم يعني باش نزيد تكبر هاد العائله ديالكم معنا بغينا مع سيرتو حنا الجاليه ديال المغرب سيرتو حنا الجاليه ديال المغرب راه عندنا جمهور يعني اكثر من الجمهور ديال اللي عندنا في الاقليم ديالنا في بركان حنا كنطلب باش يكون تواصل بين بحال دابا انت تبارك الله راه عمرو ما طلع هذا النيفو ديال اليوم يعني بالنسبه للفوت ولا الناس المشاهدين بكيكون واحد اللاعب كتكون الدعوه مرتفعه كيكون واحد الحماس والمشاهده كتكون كبيره حنا زعما نطلبوا من الدراري ديالكم يعني جاونا حنايا ماشي ديالكم نتوما جاونا اللعبه جاونا يعني كل مره الا بغاو نستضيفوا واحد ويدخلوا ويكونوا نقاشات بحال هكذا واش زعما ممكن ونشوف الميموني السي الميموني راه عنده كلشي لا باش زعما حتى نشوف لان شحال مره كيقول لي كذا كذا زعما باش نقولها الى مزيان هكذا حنا بالنسبه لينا ويكون واحد التواصل بغينا دابا راه كاين اللعابه اللي كيتفرجوا نعم وهذا هو الكلام ديالي راه واصل راه واصل الكلام ديالك شوف حنا بنزازنا ديالك هذا هو ديال الهضره ديالنا حنا كنهضروا ومنكم نتعلم حنايا انا كنهضر معك كبركاني وكلاعب وحنايا فوالا حنا فايت المحبه راه راك بين جيتنا وشفناك بخير والله الا هذا هو النشاط اقسم لك بالله العظيم الله يكثر خيرك والله العظيم بقى لي السيمون وبيلات بقى لي غادي يجي معنا واحد السيد قلت له واش زين ولا والله بقى لي بكري قلت له حتى ترى شحال ما دخلت هما الدراري قلت له رفيق وخالد قالوا لي شيش راه طالب جا طالب والله ما دخلت واه راني تفرج والله العظيم ما كرهناش كل مره دوزو واحد من الدراري ويكون واحد التواصل بين اللاعبين والجمهور والجاليه كتفرح حسب ملي كتشوفكم هكذا ومجتمعين غادي نشوفو مع مرقوم غادي نشوفو مرقوم ام ولي احمد شارج ماتريال نرفعوا له شويه المعنويات غادي نشوفو ان شاء الله سي مرقوم كنشكرو من هذا المنبر كلف بها رفيق وخالد مرقوم شوفونا مرقوم غدوه واه شوف انت سلم عليه قول له شاطر راه مسلم عليك كنشكرك على التوني اللي عطيتني معك يا معي خالد تاع كادو التريكو اللي عطاني مسكين نهار زاناكو كنشكرو بزاف والله يرحم الوالدين نبلغ له السلام ونطلبوا له الشفاء من هذا المنبر هذا ونطلبوا له شاطر مولاي احمد مولاي احمد راه يبان دابا راه يدي التريكو يا صافي راك ورقت مولاي راه وصل الميساج انا غير كيف غير كادو باكر غير كادو لا رانا غير بغينا نشدو فيه وصافي مع محمد راه يعرف لي كان بغي نشد لا كادو في الدار مكتوبه كادو عرفت التريكو ديال كادو داك لافون سنتر فوالا تستاهل مولاي احمد تستاهل وا بارك الله فيك تسجلنا جنة خويا تستاهلوا كاع نتوما كنا اللي غادي تجي ان شاء الله لا راه ديال التيتوري راه خالد الدار راه في خدها انا غادي نجي عندكم ونمشيو نقولوا في الطابور
نهضرش عليها صافي هذه غير نساها حتى لكون تما اخاني درا في تونس قلعوا لي في الفيستيا انا ما قلتلكش انت عطيتوني بخير انا سيدي لالي وياك ما داروكش فحالتي داروا داروا داك تاع البرازيل الله يلا مسكين الله يلا عطاني والله الا انا قلت له نقز هذاك رونالدينيو تاع البرازيل واش قالوا شي قالوا قالوا التقاشير شي قالوا التريكو خلاو عريان الماتش كاس العالم الانديه راك عقل يا هادي واه واه ياك ما دارلكش بعد هكاك خالد لا لا والله الا هو كان لا مسكين كان لا انا والله الا مشيت اقلع التريكو تيتور وا سي بكر الهلالي واش نقول لك اخويا كنشكرك بزاف وراك عزيز علينا وغالي ونطلبوا منكم ان شاء الله ديروا ديروا ان شاء الله القلب وسلمنا على الدراري كاملين والله يشافيهم كاملين الله يشافيهم ويجيبوا لهم الشفاء وندعوا معهم ان شاء الله وربي يحفظكم والله يحفظكم وان شاء الله تولي في هذا مرض كورونا اللي داز عليكم ان شاء الله يتولي بواحد القوه وتجيبوا ان شاء الله تجيبوا لنا ان شاء الله شي نتيجه يعني ان شاء الله باش ما ننساوكمش لان السي في ديالكم راه كيزيد يطلع وتخليوا القاب القاب اللي نتفكركم بهم ان شاء الله كما ديك الوقت تاع الثمانينات بحال الشاوش بوتخابه انتما ديروا اكثر انتما تخليوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بغينا غير واحد اللقب بغينا غير واحد اللقب الا ما جبتوش الحدود جيبوا لنا غير واحد لا انا باغي واحد ولكن جيبوا لنا غير واحد ايوا ان شاء الله نتمنوا الا جبتوا لنا الكونفدراليه راه عمرو ما نساوكم غادي نديركم في غينيس لا يحشمنا يا رب راه عندنا فيكم الثقه وسلمنا على الجميع على المساوي على السي عزيز على الدراري كاملين يعني دويو شوف اقول كاع اللعابه وكاع المكونات ديال بركان ورا كادر كاع التركيبه كامله انايا راه غير كلشي راه كيدير المجهود ديالو من صار انا كنقول شوف انا كنقول لك النهضه باكمالها حتى بالاداره ديالها كلشي والجمهور ديالها حتى هو ولكن انا قلت لكم جيبوا لنا غير وحده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب احنا ما كنا نجوج احنا نتعافروا على جوج واللي جابها الله مرحبا بها ودي احنا ما كنا نجوج ايوا نتمنوا مولاي احمد ما نتمنوا حتى حنا راه ما دابا واحد اخر كيبلغ لكم من فاري من تزاغين سلم لي على الداري وسلم لي على بكر الهلالي سلم عليه ما كرهناش حنا هذوك جوج كي سنه مولاي احمد بقاو هازينهم هكا واحد من هنا واحد من هنا الكاف والبطوله عيط لي نهز معكم حتى غير عيطوا لي الله حنا قبل الطياره جيت ما نهز معكم مرحبا ان شاء الله ان شاء الله وفرحونا ان شاء الله قبل يدخل الموسم ان شاء الله ان شاء الله يا رب شكرا اذا وصلنا جوج سوايع و15 دقيقه بالتمام والكمال مجموعه من الناس قالوا في لي كومونتيرات ما كناش عارفين بكر الهلالي ومن سمعناه اليوم زدنا بغيناه الناس بزاف ما كانوش عارفين كخو بكر قلب كبير وتواصل وكومينيكاسيون ها ما عرفوك عن قرب وي يعرفوا غير الماتش ديالك في الستاد ما كيعرفوش لا كوتي ايما الجانب الانساني ديالك ومجموعه من المسائل المزيانه في يعني في بكر التواصل مليح ايوا ان شاء الله نتمنوا يدوم وحنا الباب مفتوح لكل مكونات نهضه بركان اللاعبين طاقم تقني الطبي الاداره باب مفتوح الحمد لله رغم اننا يعني مزيرين شويه مع اللاعبين في مساله التحليل والتفكيك ديال المباريات والتنقيط الا ان هذاك لا يعني اننا ما نبغيوهمش ولكن بغيناهم يزيدوا قدام بغيناهم يشرفوا الكره المغربيه بغيناهم كذلك يفوزوا لنا بواحد الكاس او زوج او ثلاثه لان السوبر نسيتوه ان شاء الله اللي غادي يكون امام الوداد او الرجاء ما كرهناش فريق مغربي بكر ظريف والله الا انا عرفته دفاع الحسني الجديدي تحيه الناس الجديده اللي راهم معنا شكرا بزاف ناس دكالة اللي راهم ناس طنجة كذلك راهم معنا ناس طنجة ناس المولودية الوجدية نشكرهم بزاف كذلك اللي راهم معنا خريبقة والفوسفات تحياتي لكم جميعا ناس خريبقة جميع الناس ناظور المزيغ المرة اللي راهم معنا بيان سور القلوج بومجان ان شاء الله اخويا ان شاء الله
ان شاء الله نفرحهم بعبد المجيد مدران بالقلش بومجان لانه كيحلم يفوز به. تحيه السي عبد المجيد مدران رئيس المنتدى لفريق نهضه بركان من هاد المنبر. ويا باكر كلمه اخيره قبل ما نخليوك ترتاح لانك عيان جوج سوايع 20 دقيقه تفضل. كنشكركم اخويا ميموني مولاي احمد خالد رفيق وكنشكر هذا الجمهور هذا اللي كان متبعنا كنشكرو وكنقول لهم رانا في صحه جيده الحمد لله رانا راكم تشوفونا كي رانا قدامكم وش غادي نقول لكم راه الدعم ديالكم وهذا الشيء ديالكم هو اللي غادي يزيدنا واحد الشحنه وواحد القوه ان شاء الله اللي غادي نكملوا بها هذا العام هذا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. والواحد الحاجه اللي نطلب الواحد يدير الاحتياطات والتباعد والواحد يدير الاحتياطات ديالو اللازمه ونتمناو الهلا يجعلها باش يوصل حتى شي واحد لهذا الشيء اللي وصلنا له حنا. نتمناو من الله يشافي الجميع والله يبعد علينا هذا الوباء في هذا الشهر المبارك هذا. امين يا سيدي. تحياتي لكم وخويا رفيق الله يصلح لك هذيك البنيه الله يخليها لك وسي مولاي احمد الله يشافي لك هذيك البنيه خويا خالد الله يصلح لك في هذاك الولد خويا ميموني الله يصلح لك في هذيك الولد ولا البنيه والله يصلح جميع الأمة المسلمة كما كيقولوا. وشكرا بزاف كنشكركم بزاف على التضامن ديالكم معنا والجماعة المغربية والتونسية والأمة العربية كاملة وشكرا. وما تنساش الماء السخون مع السيطر كل الصباح راه مهم. مولاي احمد راه كنشرب نشرب شي اتاي على الصباح لا مهم مع الصباح الريق والله مزيان. لا نيشان عندك نيشان والله كيشف الدات بس زين. شكرا الاخوه الكرام على هذا بكر اخويا اخويا بكر سلم معك على الدراري كامل وبلغ اخويا بكر سلم اخويا الدراري كامل الدراري ديالنا كاع سلم عليهم وقول لهم الله يشافيكم الله يبارك الله يشافيكم ان شاء الله كاملين. يلا سير ترتاح. شكرا بزاف شكرا اخويا بكر الهلالي على البقاء معنا لمده جوج سوايع 20 دقيقه. السلام عليكم الله يرحم والدين الى اللقاء الغد ان شاء الله مع الاخوه الكرام. نشكر خويا باكر نشكر خويا سي خالد من بركان نشكر خويا رفيق ونشكر كذلك مولاي احمد شاطر من مدينه اونفيرس البلجيكيه. نضرب لكم موعد ان شاء الله غدا بث اخر وموضوع اخر وضيف اخر. الى عجبكم الفيديو ناس اليوتيوب ابوني القناه انا بركاني وجام ولي كومونتير نجاوبوا عليهم ان شاء الله ونتفاعلوا معاهم. ناس الفيسبوك البارتاج كذلك وجام وابوني للصفحه ديالنا الرسميه اللي غادي نطلعوها لكم بعد قليل الصفحه الرسميه ديال انا بركاني تي في وانا بركاني الميديا على الفيسبوك. هذه هي الصفحه الرسميه ديالنا. مرحبا بكم ديروا جام ديروا بارتاج هنا الاخبار دقيقه بدقيقه لحظه بلحظه الخبر اليقين في اللحظه والحين. إذن جمعة مباركة وليلة سعيدة جميع الإخوة الكرام. السلام عليكم إلى اللقاء. شكرا.